انا ولا شفت حاجة ولا اعرف، اكني ولا شفت حاجة ولا اعرف حاجة ولا اي حاجة. طب ايه اللي انت عايزاني اقوله لك؟ قوليلي الحكاية من اولها لاخرها. بصي الموضوع كله انا ريم رفاعي اتجوزت على الساحر، انا شفت الفيديو بتاع الفرح، هو بلوجر وانا بلوجر. كنت مبسوطة انت في الفرح. احنا واحنا بنتجوز اصلا عموما ما كانش يعني ما كانش لينا فرح، ما عملناش فرح. ده كان ايه؟ ده للتصوير بس يعني؟ لا ده كان فرح يعتبر لينا، وفي نفس الوقت عملناه في عيد جوازنا. يعني يعني ده كان احنا عدى سنة اللي انت كنت بتغني له فيه ده؟ كان يعني عدى سنة؟ احنا لسه تمينا السنة 2007، عملنا الفرح كنت 29/7. لسه حباب نفس ال الفكرة ان هما شايفين او ولا فاكرين عملتي ان كده عشان العياط ده، الفيديو؟ لا لا مش مصطنع خالص ها خالص. يعني فعلا انا كنت في الحقيقة، انا ما كنتش بعيط، انا كنت بنهنه. بصي الناس كلها كانت فاكرة يا استاذة من حبه يعني ان ولا؟ لا الناس كلها كانت فاكره ان انتي ايه الاوفر ده، انتوا مثلا كنتوا لسه جايين من البيت ومروحين برضو البيت، يعني انتوا بقالكم سنه متجوزين، ده مش الفرح. يعني هما مش فاهمين ان انا هنا كنت بعيط لاسباب تانية كتير، ومشاعري كلها كانت متلخبطه وكذا احساس في بعض، منهم ان انا كنت بلوم علاء على حاجات حصلت، منها ان انا شريط حياه بتاع السنه ده يعني جه قدام عيني بكل ما فيه بكل ما هو مرير، فقد ابني. كنت بعيط لاسباب كتير، كنت بعيط ان انا هنا كنت بقول له ان انا بحب علاء جدا جدا، مش بحب علاء، انا بتنفس علاء. كلوز اب. انا هنا كنت بقول له فعلا انا بحبك، انا غفرت وسامحت عشان انا بحبك. انا كنت حتى كنت بشاور بقول كده. ايه غفرتي سامحتي ايه بقى؟ احنا من اول ما اتجوزنا كان اي مشاكل بتحصل علاء مشكلته عصبي جدا، عصبيته بشعه، اكتر حد عصبي ممكن اي حد يشوفه في حياته، كانت بتوصل لمد الايد. جينا انا حملت من تاني شهر جواز، كان بيحصل بينا مشاكل، كان بيحصل مد ايد، بس كنت عمري وانا بطلع ولا بتكلم، كنت بسكت، ما عمري ما غضبت، عمري ما مشيت وسبت البيت، ما عملتش اي ليه بقى؟ حاجه. اولا بحب، ثانيا كنت عايزه ابقى اللي هو ست البيت اللي ما تطلعش سر بيتها بره، ومش من اول مشكله بتجري على الاهالي وتغضب وتلم شنطتها وتمشي، كنت عايز تعملي بعقل كنت عايزه يعني. اعيش. واللي هو انا عاقله مش تافهه، وان انا بصبر. طب كنت بتسألي نفسك هل هو بيحبك؟ سألتها كتير قوي قوي، وكنت ساعات ارد على نفسي بيحبني، بيعمل مواقف تدل على انه بيحبني، اجي ابص الموقف تاني اقول مستحيل حد يحب حد يعمل فيه كده. يعني بعد ما كانت بتوصل لمد الإيد عمرك ما سألتيه انت ازاي تحبني وتأذيني؟ كنت بسأله الأسئلة دي وكان بيقولي انا في وقت عصبيتي ما بيشوفش الحاجة. لكن انا حتى كنت بساله ما كنتش بتعرف توقف نفسك يا علاء، يعني لما تشوفني كده قدامك ما كنتش تقول انا لازم اوقف نفسي في اللحظه دي، لا يعني تصعب عليا او كده. كان يقولي لا ما اعرفش، ما انا في عصبيتي، انا عصبيتي وحشه يعني، وما احبش حد يقف قدامي في عصبيتي. في ناس كده. فجينا شهر 2 3 وصلت للتاسع، حصل يعني كنا عاملين حفله جنس البيبي، عملتها اول ما دخلت التاسع تقريبا. ايه جنس البيبي دي؟ حفله جنس المولود دي كنا عاملينها، احنا كنا عارفين البيبي نوع ايه، ولد ولا بنت، كنا عاملينها بقى لاصحابنا واهالينا حفله كده تبقى لينا ظريفه ومش عارف ايه، وبرضو الناس اللي كانت متابعينا نعرف يعني بيها البيبي نوع ايه اوكي. عن طريق الحفله دي. فعملناها، عدى يوم، تاني يوم من بعد الحفله حصل ما بيننا خناقه، كنا عند ناس اصحابنا في البيت وحصل ما بيننا مشاده، نزلنا تحت اتشكلنا مد ايده ومشي. من هنا انا كنت مد قاعده ايده وانت حامل؟ ما هو اصلا اي مد ايد كنت كنت انا بتعملي ايه؟ حامل فيه، انا بتشتميه كنت يعني؟ حامل من تاني شهر جواز. بتعملي ايه عشان يضربك لا يعني؟ انا ممكن ابقى بشتم بس بشتم بعد مد الايد، كنت بشتم. وقبل مد الايد بقى؟ لا امال ايه اللي بيخليه؟ بطبعي انا مش غلطه، العصبيه المشده، الكلام اللي هو اتعصبت، تعالي هنا مش عارف ايه، لا مثلا مش هاجي، فتعصبت. فهماني العصبيه يعني عصبيه من حاجه، مش من شتيمه او مش من غلط، عصبيه ان احنا واقفين قدام بعض، فبتوصل ان الايد بقى تطول، لفظ يطلع اي حاجه زي ما بيحصل عادي في اي بيت، بس فكره اللي هو مد ما الايد بيحصلش نفسها. في اي بيت. بس مشاكل بتحصل يعني بنسمع عنها كتير، يعني موجود منها، اقصد في امثله منها. ماشي. فبعد المشكله دي هو مشي وانا كنت قاعده في بيتي، والدتي بعتت لي اختي، وبعدها بنص ساعه قلت لاختي امشي، كنت في حاله ان انا حاسه ان انا عايزه اقعد فيها لوحدي.
مامتي كلمتني طب تعالي انت عندنا، انت في شهر خطر يعني، ده التاسع، انت ممكن تولدي في اي لحظه، ما ينفعش تقعدي لوحدك وده اول بيبي، انا لسه مش فاهمه اي حاجه. قلت لها لا برضو، انا عايز اقول لك انا في اللحظه دي انا كنت مستنيه هو كده بس يعمل كده على باب البيت، يخبط بس يقول لي انا اسف، انا ازاي اسيبك في وقت زي ده، انا جاي راضيكي. كنت هترضى، انا ما مشيتش من البيت بسبب ان انا كنت قاعده مستنيه. فعلا مش خايفه من رضا الشربيني وانت بتقولي كده؟ رضا الشربيني هي ممكن تتضايق في حته لو سلام عليك يا رضا، حد بيمد الايد، طبعا السلام دي حد بيمد الايد، فانت يا حبيبي انا شايف، بصي انا عارفه ان علاء عصبي بيمد ايده ودي حاجه وحشه جدا وحاجه اذاني نفسيا من ناحيته، بس بشوف حاجات جواه حلوه، ده اللي بيخليني اغفر واسامح برضو، غير ان انا عايز اعيش. على فكره ما فيش حق اي حد في الدنيا يقدر يقول لك تعملي ايه، يعني انت بتعملي في الاخر. صح، دايما اقول ان الناس اللي هي بتتغاضى عن مواقف المفروض الواحد يقف عندها، وبتبقى الناس بتبقى حاسه انها قللت من كرامتها او بتاع، انت ممكن تكوني بتسعى لراحتك انت الشخصيه، ان انت مش عايز تقعدي من غيره او بتحبيه او محتاجه له، او في نفس الوقت زي ما بقول لك شايفه حاجات حلوه جواه، شايفه ان انت بس لو غيرت حاجات بسيطه انت جواك حلو قوي، انت ممكن كمان ظاهر للناس انا علاء اللي قلبي مفتوح على الدنيا، اللي ما بيهمنيش حد، اللي ماليش كبير، اللي ما هو مش كده خالص، هو اغلب خلق الله. بصي الحاجه وعكسها، هو اغلب خلق الله، بس عصبيته بتخليه حد وحش قوي، حد انت ما تعرفيهوش، يعني تشوفي ده من جواه وتشوفي اصلا علاء نفسه عموما في العادي، او لو انت لو حد بقى اللي مزعلك، يعني يا سلام انا لو كان حد مزعلني في حياتي ده علاء كان يعمل فيه ايه؟ انت ازاي اصلا تزعل؟ يعني هو عنده انا زعلك بس ما حدش زعلك. وبعدين لما كنت في البيت بقى وهو ما جاش، طبعا كان في تدخلات من الاهالي، امي بتكلمني بتتواصل معايا، تواصلوا معايا، دار ما بينهم حوارات، اهله تواصلوا معايا مش عارف ايه، وكنت واصله هنا كنا هنوصل للانفصال، فاهلي اتكلموا زي اي اهل عادي، الحوار هيخلص هنطلب الحق الشرعي المؤخر، مع ان انا مش كاتبه لنفسي اصلا مؤخر كبير، او انا وانا بتجوز علاء اصلا ما كنتش طالبه مؤخر ليه، انا كنت يعني بالنسبه لي علاء انا بشتريه، انا درج لي، انا حبيته وعايزه ابقى معاه، افكر في مؤخر ايه وقايمه ايه ودنيه ايه، انا ما الحاجات دي لو حصل بينا حاجه لا قدر الله او اتطلقنا او كده هتعوضني يعني في ايه؟ هتفيدني في ايه؟ هتغنيني عن ايه؟ هل هي حتى هتشيل عني الحاجات دي او اللي انا عشته ده؟ هتنسيهوني؟ هتمسحولي القرشين اللي انا هاخدهم دول؟ هيخلوني ايه يعني؟ القايمه اللي فيها طبق وفيها حله هيعملوا لي ايه يعني؟ فلوس وحق وكل حاجه، بس انا مش بركز على ده، انا دنيتي وتفكيري حاجه تانية. يوم الفيديو ده ايه اللي حصل؟ يوم الفيديو ده كان حصل كلام من الاهالي، انا حسيت ان من كتر الضغط وتراكمات كتير في مشاكل ما بيننا حسيت ان انا اتضغطت قوي، حسيت كمان بالذات ايه اللي كسر الباب كده في التاسع، هو في مشكله من مشاكل دخلت يكسر الباب. هو ما شاء الله عليه عصب برضه يعني، ما يبركيش على صغنن، بس عصب الله اكبر عليه، هو صغنن في نفسه كده خالص فعلا، بس عصب. وبعدين كان في كلام بين الاهالي، وبعدين وصلتوا لايه في الاخر؟ فكان في كلام رايح جاي، فانا كنت بتابع مع دكتور معين. الطلاق تم ولا لا؟ لا، انا كنت بتابع مع دكتور معين وخلاص، المفروض ده اللي بتابع معاه وده اللي هيولدني وكده، وهو بقى اللي بيختار مثلا لو هولد طبيعي في المستشفى الفلانيه ولدك بكذا، لو قيصري بكذا، لو في المستشفى الفلانيه بكذا. ففي اللحظه دي تواصل مع اهلي واللي قالوا ان انا مش هدفع فلوس، ولا هدفع 2000 جنيه، انا عندي 2000 جنيه تولد بيهم. فجيت في اللحظه دي اللي هو حسيت ان ليه هو قال كده، هو قال كده، فانا في اللحظه دي حسيت ان حتى منه اللي هو ايه، انا مش زعلان او مش ندمان من اللي عملته فيها، مش مفكر ان انا في التاسع ما عملش اللي انا مستنياه، حسيت ان انا بتشد من كل حته، اهلي، اهله، هو البيبي، هرموناتي، التراكمات، الحاجات اللي شفتها منه مثلا قبل كده، بصي عارفه كل ده حسيت انه فوقيه كده. عملت ايه بقى؟ نزلت ستوري عندي على الانستجرام، انا خلاص بالنسبه لي انا دلوقتي في خانه يك، انا هجيب فلوس الولاده منين وانا مش هولد ب 2000 جنيه،
مش هقولي ب 2000 جنيه عشان مش هقولي ب 2000 جنيه مش هقولي ب 2000 جنيه علشان ما فيش مكان هيوليني ب 2000 جنيه مع دكتوري مع دكتوري ما انا ما تابعش مع دكتور 9 شهور وجولت في الاخر مع حد تاني ما اعرفش حالتي اصلا فاهماني رحت منزله ستوري وطلبت فيها ان انا ممكن استلف من حد من صحابي فلوس الولاده وكده كده هديها له بعد الولاده في اي وقت راح منزل ستوري هو عليا طبعا اكيد ممكن يبقى تهاجم من الناس عنده في الرسائل فهو عشان يدافع عن نفسه طلع وتجن عليا قال ايه بقى كان كاتب في الستوري بتاعته دي عايزه تولد في مستشفى ب 15000 جنيه عشان الشو اهلها فاكرين ان انا قاعد على بنك مصر عشان بس طلب المؤخر والنفقه بتوعي كلام كتير كده بقى غلط في الستوري حصل ايه يوم الولاده بقى رحت انا رحت طلعت بقى في الستوري يعني الستوريات اللي طلعت دي انا مش طالعه اقول للناس انا لو يعني انا لو بطبعي او في نيتي انا طالعه اقول للناس اسرار بيتي كنت قلتها من اول مشكله من تاني مشكله من تالت مشكله من تالت علقه من رابع علقه من عاشر علقه مش ده انا خالص بس انا حسيت هنا بالظلمه قوي انت عامل ده كله وكمان هتكذب حتى لو عشان تدافع عن نفسك دافع عن نفسك بس مش بالتجنن عليا كان كام تمام العمليه إيه لو قيصري كان في حدود 13 14 15 لو كان طبيعي طبعا كان اقل من كده يعني في حدود 9 10 هو قال لك ايه الدكتور امتى ما حددش قيصري ولا لا هو البيبي توفى اصلا احنا من بعد ما نزلت الاستوريات دي انا الاستوريات دي كانت ردا على علاء ما كنتش طالعه بكلم الناس لو خدتي بالك انا كنت طالعه بتكلم علاء بص انت بتقول انا عايزه اولد في مستشفى 15000 جنيه رحت مطلعه الروشته والله الدكتور اللي كاتب مش انا سهره كل ده اهلي فاكر مش عارف ايه رديت على كده كنت بتكلم علاء مش بتكلم الناس جينا بعد اللي حصل ده صحابنا تدخلوا وجابوا علاء علاء جه للكومباوند عندي وردوني فطلبوا مني ومنه نمسح الاستوريات بعد ساعتين بالظبط من تنزيل الاستوريات دي احنا مسحناها شلناها بس كانت الناس خدتها واللي نزل على تيك توك واللي نزل على مش عارف ايه بعدين جينا بعد ما اترضينا كان المفروض عندي ميعاد بقى عند الدكتور راح اعرف انا هولد قيصري ولا طبيعي وهولد امتى في اليوم ده عرفت بقى في اليوم ده رحت كنت بجري من برايا وجوايا كنت بجري من جوايا قبل برايا خلاص بقى انا خلصت 9 شهور بكل ما فيهم هولد اخيرا خلصت مهمتي بالتعب بالمرار بكل حاجه في الحمل هشوف ابني شكله عامل ازاي هحضر شنطه الولاده اخيرا هيبقى في حضني رحت عند دكتور طلع على السرير طلعت شغل السونار بيشوف النبض مفيش غير نزيف ولا اي حاجه ولا اي حاجه كنت قبلها باسبوع اصلا عند الدكتور قبل ما ارجع انا وعلاء كنت مطمنه عليه وكان نبضه كويس ودنيته كويسه مفيش اي حاجه والدكتور ما قاليش اي حاجه ايه حصل بقى قعدت اسبوع المفروض كان عندي اسبوع معادي بقى التاني عشان اعرف فيها ولد ايه كنت رجعت انا وعلاء فروحت المره دي انا وعلاء اتاخرت يعني في الولاده ولا ايه خالص الدكتور قال لك ايه اللي حصل انا اللحظه ببص اصلا على رياكشنات الدكتور رياكشنه يرعب وانا كل جاي في دماغي لا اكيد اللي انا بفكر فيه ده لا مستحيل ده انا استحملت كده عشان اصلا او كنت مشتاقه قوي كنت مستنياه فهي مستحيل ما تقولوش كده بجد راح جه قال لي هو انت بقالك قد ايه ما حسيتيش بحركه البيبي قلت له مش عارفه وانت كده قايل لي في التاسع ان البيبي يعني ما بيتحركش قوي عشان المكان بيبقى ضيق عليه مش عارف ايه حركته بتبقى زي الاول وكمان لو انا ما بحسش بحركه انا بنام كتير بقول مثلا يمكن اتحرك وانا نايمه فما كانش في حاجه بس انا حصل لي مرتين قبل ما اروح الكشف ده كان بيجي لي مغص جامد كنت ارن على دكتوري كان يقول لي لا عادي يا ريم دي تفاسيح ولاده جينا في المره الثانيه مغص جامد ايه دكتور لا يا ريم ما فيش حاجه ما تخافيش دي تفاسيح ولاده دي حاجه اسمها تفاسيح ولاده ما طلبش ان انا اروح له مره ولا قال لي تعالي اكشفي طب تعالي بص عليكي فخلاص انا مطمنه عادي مغص وبيجي ويروح عادي بس جينا في المره دي ما فيش نبض
خلاص ايه مفيش نبض البيبي، ايه البيبي توفى. هو كان معاكي بقى علي. طبعا انهيار، طبعا صريخ، يوم ما يعلم بيه الا ربنا. ده من قد ايه؟ كان يوم 2/5، انا ولدت 3/5. يعني بعد ما حصل كده الدكتور قال لي روحي، والصبح هتدخلي عمليات. روحنا البيت نزلت على مستشفى تانية، مش هصدق، عايزة اروح لدكتور تاني. طيب رحت لحد تاني، كنت كل حد اخش عنده الاقي رياكشن غريب، رياكشن ايه يا جماعة، في ايه ده، مالكوا عاملين كده ليه، ما قالتليش ويعملوا ايه كده، السبب؟ ما اعرفش. بس عرفت مين عليه بعد الموضوع يعني من كام يوم مثلا، والدكتور كان قاله من الضغط، مش عارفة حاجة اتقطعت عنه، حاجة كانت بتوصل له اتقطعت عنه، مشيمة؟ لا مش عارفة ايه هي، بس متهيألي لا. فلان انا اصلا حملي كان حلو قوي ما شاء الله، يعني انا من اول ما حملت حتى في اول شهور حملي كنت اي دكتور كنت بروح له كان يشوف الحمل بتاعي ما شاء الله، ده الكيس بتاع الحمل بتاعك هيلسي وشكله حلو قوي. الفيديو ده قبل الموضوع ده صح؟ اه الفيديو ده قبل كل بعد حفلة جسر المولود بيومين، بعد ما اترضينا احنا بعد الاستراحات دي، رحت بقى اللي هو الكشف ده عشان خلاص اعرف بقى ان الدنيا تمام اهو خلاص، والبيبي هيجي وسطينا ومفيش مشاكل مفيش حاجة. ايه اللي حصل بقى بعد كده بعد ما عملتي العملية؟ في اليوم ده اصلا كنت مقررة اول الطبيعي عادي زي ما كنت هولد، والدكتور سأل علاء طب هي ريم نفسيا هتقدر على ده؟ قال له اه هي ريم كانت عايزه تولده طبيعي، وبرده بعد ما حصل كده تولد طبيعي. في دكتور برضو عشان تاني، فلوس ولا عشان حاجة تانية؟ لا 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 مش عشان الفلوس، عشان انا كنت عايزه اولد طبيعي. وفي دكتور تاني برضو كلمناه قال برضو حرام تفتحوا بطنها عشان بيبي متوفي، فخلاص انا كده كده انا كمان عايزه أي اولد لأنهم طبيعي. بيفتحوا قيصره اه خوفا على البيبي. وغير كده انا كمان عايزه اولد طبيعي عشان احس بابني، يعني انا عايزه اولد، يعني عايزه اولد وعايزه اشوف ابني، عايزه مش عايزه اللي هو انام واصحى الاقي اصوات كده كده مش هيبقى معايا، بالظبط، فعايزة تشوفي ليه؟ عايزه اشوف، عايزه احس بالولاده لو كنت هولدهم معايا. بس الدكتور قال لي هعمل لك تحليل، بس يا ريم ده هياخد وقت، هيبقى طلق صناعي ومش عارف ايه وقصه كده، هعمل لك تحليل اول بيشوف. عمل لي تحاليل لقى في حاجات من مش عارفه ايه، صفايح الدم عندي بتنقص. قال لي كل ما نقعد فتره اطول كل ما هنخسر صفايح اكتر، كل ما هتتعرضي للخطر كل ما ممكن نفقدك، فهتدخلي عمليات. بيني وبينك انا حسيت برضو ان هما مستسهلين، يعني اللي هو عايزين مش عايزين الموضوع ياخد وقت، لا مش يعني لا انا حسيت ان هما عايزين يدخلوني ويولدوني خلاص بصراحه، ده اللي انا حسيته في وقتها. حسيت ان هما حتى مش عايزين يقعدوا معايا الوقت ده او انا اقعد الوقت ده. لا عشان هي مؤلمة، او انك تولدي طبيعي والبيبي ينزل ما يعيطش كده، يعني اكيد هو كان خايف على طب نفسيتك ما انا بقى. شفته برضه ما عيطش شفتي بعد القيصري اهو، ليه؟ انا الدكتور اصلا ضحك عليا قلت له طب خلاص هقولك قيصري ابقى صاحيه احس بكل حاجه واشوف كل حاجه. قال لي هتخشي هتاخدي شكه كده مش هتحسي بحاجه لمده 5 دقايق، بعدين هتفتحي هتلاقينا لسه بنبدا، هتلاقي علاء دخل معاكي في الاوضه، علاء هيلبس هتكون انت خدتي الشكه دي، هتفتحي هتلاقي علاء قدامك. فعلا دخلت ما دريتش بالدنيا، انا صحيت وهما بيقفلوا في بيقفلوا في بطني. اول ما صحيت انا ببص كده على يميني لقيت علاء لابس الماسك واللبس وكل حاجه، ورحت لافه للممرضات قلت لهم ابني فين فين ابني، كلهم كانوا بيكلموا بعض ويشوشوا بعض مش عايزين يجيبوا لي، هو مش عايزين يجيبوا لي ابني. قلت لهم لا هاتوا لي ابني انا هشوفه، جابوا لي كده هنا ملك في الجنة الحمد لله، جابولي كده هنا بصوا حضنته وخدوا على طول، بس زعلت قوي عشان قعد معايا 9 شهور في بطني، استكتروا عليا سابوه معايا 9 دقايق خدوا على طول، كان جميل قوي جميل الله اكبر، كان امور جدا على فكرة كان امور قوي، بس كان
زي ما بتقولي ما بيصرخش. كان ساكت كان ساكت. بعدها ما دريتش برضو بالتانية، صحيت لقيت ماما وصحابي حواليا، ابني فين علاء فين، ده علاء خد عشان يدفنه. زعلت اكتر لان هو خدوه ما دفنوش في مدافن عندي هنا مع اهلي، حتى في القاهره دفنوه في بلد تبع اهله في ميت غمر، فانا عشان اروح هناك او اشوفه سفر كنت عايزاه يبقى هنا قريب ليا في اي لحظه اروح له. وزعلت اكتر ان هو خده ومشي بيه من غير ما حد يعني يجيبولي شويه. طيب 9 شهور يا جماعه في بطني، اقعد معاه شويه، طيب اقعد معاه شويه حتى. ما علامه ان بوش ضميره بقى بعديها اكيد اتقلب. فضل جنبي بصراحه جدا من بعد الولاده في بيتي، كان شايلني بصراحه، كان هو بيدخلني الحمام يخرجني من الحمام، كنت بتسند عليه، كان هو بيمشيني، انا كان معايا والدتي برضو في البيت، كان بيراعيني صراحه. وعلاقتكم ايه دلوقتي؟ علاقتنا الحمد لله كانت كويسه جدا جدا لحد ما الناس عملوا الترند اللي اتعمل. يعني علاء اصلا احنا كنا عاملين فرح عشان زي ما قلت لك واحنا بنتجوز ما كانش فينا فرح. الفرح ده بعد موضوع البيبي ده؟ ده لسه يوم 29/7 الفرح. عملناه على اساس كنا اصلا نعمله في اتجوزنا اللي هو يوم 20 اللي هو يوم اتجوزت فيه، عشان يبقى فعلا فرحي في اليوم اللي اتجوزت فيه. في نفس الوقت هو كان بيعمله بنيه اللي هو انا كاننا بنتجوز من اول وجديد. ايه المشكله اللي عملتها الفيديو؟ ماشي بصي، الفرح احنا ما كناش متخيلين انه يطلع ترند اصلا، ولا كنا حاطين في دماغنا اقسم بالله ورحمه ابني. يعني في ناس عندنا صحابنا بلوجرز بيجوا يعملوا افراح، بيجوا اصلا يعملوا في اعياد جوازهم فرح 2 و3 احنا ما كناش اصلا عاملين بالنيه دي، احنا عاملين عشان فعلا ما لناش فرح. والله من يوم ما اتجوزنا كانوا يكتبوا لنا كده في الاسك بتاع الانستجرام، ريم فين صوره فرحك، فين فيديو فرحك. انا كان معايا فيديو بسيط كده حطاه عندي على الانستجرام، بس فيديو متصور بموبايل مش بكواليتي حلوه بينا وبين اهلنا وعائلتنا. يعني انتوا عملتوا الفرح ده بعد وفاه ابنك بشهرين. وهو برده كان بنيته اللي هو ايه، اعتبري كان ابني جوز من اول وجديد، بداية جديدة. بداية جديدة وهفتح معاك صفحة جديدة، وان شاء الله يعني ده مش هيحصل بينا تاني، وانا اتغيرت وبتحكم في عصبيتي دلوقتي اكتر. وفعلا هو من بعد الموضوع ده هو بيتحكم قوي قوي في عصبيته نوعا ما، ما فيش مد ايد، ما فيش يعني. يمكن بعد الموضوع ده حصل بينا مرة بس المشكلة دي اللي كانت صعبة شوية، ومن بعدها لا خلاص ما فيهاش حاجة تاني خالص، بيكونترول. ما فيش، هو شهر 5 واحنا في شهر 7، يعني قولي ممكن في 6، يعني اتعدل شهر مرات حصل فيه مرة. هو مش اتعدل يعني فعلا يعني حبيبة اكتب له الزلط وعدوه اكتب له الغلط ده بجد. ما بقاش هو بس مرة واحدة من ساعتها دي شهر. مش مرة واحدة يعني، اقصد اللي هو ايه، حد بيحاول حد بيحاول. انت حاسة ان هو بيجاهد يعني، ففلتت يعني خلينا نقول فلتت مرة برضو. بس قصادها يعني كذا مره، ما انا بقول لك كان في ضرب كتير من بدري لحد قبل المشكله هو دي. هو بس ضرب ضرب ولا زق وكده؟ لا ضرب ايه يعني، كيس ليه لا ضرب. وكنت منزله وقت المشكله صور ضرب، كانت رجلي هنا مشوهه يعني اتقفلت، كان في نزيف بوكس يعني. ما تفهميش بقى لين ولا يعني، انا ما ببقاش شايفه بقى هو بيعمل ايه، بس انا شايفه ان انا بتضرب يعني. مش عارفه ده بوكس بقى، ده قلم، ده خبطه، ده ايه، مش عارفه. بس انا ليه ناتك في الاخر، انا شايفه نفسي فيه كده بيت كده حاجه بسيطه. عايزاك تفك والله الدنيا جميله مفيش حاجه. وبعدين جينا بعدها ال 29/7 نزل الفيديو ده، ايه اللي حصل؟ عملنا الفرح وعملناه والله حلو، طلع ترند. ايه برضه المشكله اللي فيه؟ المشكله اللي فيه هو الفرح طلع ترند، ما كانش عندنا مشكله في الفرح خلاص هو طلع ترند. في ناس بقى جابت فيديوهات من المشكله القديمه دي. انت كنتيش مسحتيها؟ مسحتها. انا بقول لك في لحظه ما صحابه وصحابنا جابوه وتراضينا وشلنا الاستوريات بعد ساعتين. بعد ساعتين. ده ما ناس من صحابكم بقى جابوا الفيديوهات دي؟ لا ناس من صحابنا حاولوا يتدخلوا يراضونا. لا
الناس ان اللي طلع نشرت الفيديوهات دلوقتي ما ده لا عامل ناس داونلود ناس مش معروفة، ناس ما نعرفهمش، وده هيعمل داونلود ناس مش للفيديو عنده ليه؟ ما هو ده بقى هنا السؤال، ده لازم يبقى اصحابكم مش صحابنا، لازم اكونتات كتير وناس كتير مطلعة ناس ما نعرفهاش. ماشي دول شيروا، لا لا مش لكن شيروا اكونتات شخصية، يعني في واحدة مثلا مسماها مثلا شيماء كذا وحاطة صورتها الشخصية على اكونت الفيسبوك دي ولا حاجة، ماشي، بس هي واخداه من حق يعني، منزلها هي، هي اللي منزلها مش مشيرة، مش عاملة شير. حلو، هي اللي عامله له داونلود من حته، لكن مين اللي طلعه دلوقتي؟ ما هو بقى لازم يكون حد وقتها عمل له داونلود من اه ما وقتها. هو وقتها بقى هتلاقي ناس مثلا من المتابعين او ناس من دول سيبوا الاستوريات دي عندهم، بس الفكرة هنا ليه؟ لا ما لازم يكون حد يعرفكم، لا انا كواحده بتابعك دلوقتي كبلوجر مش هعمل داونلود لفيديو يخصك عندي، عملوه هتفرج عليه. عملوه وناس كتير، ناس كتير، مش ناس، مش واحد ولا اتنين ولا تلاتة. المهم طلعوا الفيديو بعدين، طلعوا الفيديو بتاع المشكلة مع فيديوهات الفرح، هو زعل بقى. وكل ناس يعني لا هي الفكرة ان كمان كل ناس بتقول ايه قصة من خيالها، وفي ناس برضو بتقول ايه ما تصدقوش الشو دي كانت لسه بتعيط من كام طب هو يوم عشان بيتخانق ضربها معاكي مشت، عشان انتي عملتي ايه؟ بيتخانق عشان ايه؟ في مشكلة بينكم دلوقتي؟ في الاول ما كانش في بينا مشكلة، هو ما كانش متضايق ولا حاجة وما كناش متضايقين، بس من بعدها لما الموضوع افور مع الناس لا طبعا اتضايق. وبعدين وانت مالك بقى، انت عملتي ايه؟ انا ما عملتش اي حاجة، طيب اتخانق لا ما معاكي؟ هو هو متضايق ان ايه انت السبب، لا انت سبب في ايه؟ انت طلعتي سيري بيتك بره، انت طلعتي واتكلمتي. ساعتها او ده كنت حامل او ولا صح؟ مش اه كنت اه حامل؟ كنت طيب حامل. ما كنت مضغوطة يعني وهرمونات وانت وكده. سالفه كده؟ لا ما انا برضو رديت عليه وقلت له معلش انت برضو ما تشيلنيش الذنب لوحدي، ما هو معلش يا استاذه ريام انا ما طلعتش اتكلمت اول مشكله تاني، او زي ما قلت لك في الاول لو في نيتي اطلع اصلا انا ما كنتش طالعه اصلا اكلم الناس، لا كنت ساعات قاعده بكلمك الواحد، طب انت. ما انا بطلع لايفات برضو واندم بعد كده. لا اه عادي، وبعدين انا ما طلعتش من اول مشكله والله، يعني انا لو في نيتي اطلع اقول للناس ده انا بيتي فيه وفيه كنت طلعت من اول ثانيه اقول لهم بصوا عمل معايا ايه، بصوا هو بصوا اللي بينا، بصوا احنا متخانقين، بصوا بيقول لي انا مش كده والله. انتوا يعني دلوقتي انتوا كويسين ولا سايبين بعض ولا ايه؟ كويسين الحمد لله بس في زعل. بس في بيت واحد يعني؟ لا كويسين الحمد لله ازاي؟ يعني كويسين الحمد لله بس في زعل، بس انا عشان الامور تيتا انا رحت اقعد عند والدتي باختياري، باختياري. لا بس ده ظلم يعني، يعني ما انتوا ما عملتوش حاجة يعني، هو شايف انتوا زي ما قلت لك كبلوجرز ناس أدرى بالسوشيال ميديا وعارفين ان الناس بتحب تعك كتير، اه، وهو شايف ان انتي السبب برضه، انتي اللي عملتي كده، بس انا قلت له برضه انا ما ينفعش ابقى سبب. بس لو فضلنا نقول انت السبب وانت السبب، طب ما هنقول برضو البيبي ده راح ليه بالظبط انا مثلا؟ بقول له مش انت السبب، انا بقول له برضه انت لازم تحط في دماغك انت لما كنتش مديت ايدك مره اتنين لا تلاته وبعدين كنتش ضغطت الستات في وقت الحمل بيبقوا مضغوطين جدا جدا. غير الحمل يا استاذه ريهام ده كنت حامل الفيديو ده اه صح؟ اه وغير الحمل آه. انا دلوقتي واحده بتحبك قوي، فتخيلي لما الخذلان يجيلك من اللي بتحبيه، ده على فكره احساسه بشع، احساسه بشع هو قوي انت اصلا. اشمعنى يوم الضرب ده طلعتي عملتي اللايف ده؟ انت بتقولي انك اتضربتي كتير يعني. علشان اليوم ده زي ما قلت لك كده آه لقيت ان مش فارق، وبيتواصل مع اهلي بانه 2000 جنيه وما فكرش يجي يراضيني ولا يعتذر، افتكرت. فهماني؟ وفي نفس الوقت راح هو نزل ستوري قال فيها كده، فانا طلعت رديت بقى، انا طلعت بقى اتغليت. طب انا عايزاكي تبصي للكاميرا تقولي رسالتين، الرسالة الاولانية تقوليها لعلاء. علاء بصي كده للكاميرا وقولي له وجهي انت له. بتحطيني في موقف ليه؟ في الوقت الحالي مش معلش ما هو ده من القلب بقى، مش هنوضب لها. انا بتكلم يعني في وقت الزعل مش عارفه ممكن اقول له ايه، اني يعني زعلانه برضو منه، بس هو دشدش لي التليفون بتاعي مش مهم، احسن ما يدشدش لك حاجة تانية. ما التليفون زعلني اول، اصلا ما عملتش حاجه وانت في الاول ما كنت زعلان يعني، بعدين انت لازم تعذرني انت بتحسبني على ايه برضو. ايوه بصي بقى للكاميرا وكلميه. لا هو كل اللي انا عايزه اقوله والله ان انا انا مش زعلانه من اي حاجه والله، هو مسامحه و بحبك جدا، وعارفه ان انت من جواك حد كويس ونضيف، بس هي يمكن ضغوطات اتحطينا فيها، وانا اسفه يعني ما كانش قصدي، بس كان غصب عني كل ده، ما كنتش احب ان احنا نوصل لنقطه زي دي برضو. انت كده كده عارف ان انا اكتر حد في الدنيا دي حبك وبيحبك،
سواء كملنا سواء مفيش نصيب كده كده مش هيبقى في بعدك. مش عايزة. وبعد ابني لما كنت عايزة اخلف كنت عايزة اخلف حتة مني ومنك عند ربنا. ابننا عند ربنا بس. الرسالة التانية بقى كنت هخليك انت تقوليها، انا اللي هقولها، اللي هي للي رفع الفيديو او للي حط الفيديو تاني او قال لك دي واحدة وجاب لها فيديو قديم وطلعه وبتاع. انتوا ناس ما عندكوش دم بجد، يعني انتوا ناس انا ما اعرفش انتوا يعني اصلا ممكن يقول لك ايه انت اللي بتطلعي حياتك للعلن فاشربي بقى. لا، ممكن اي واحدة فينا يمر بيها لحظة ضعف او تبقى عايزة تفضفض او تبقى عايزة تستنجد او تبقى عايزة تقول اي حاجة فتطلع تقول ياما طلعنا لايفات وندمنا عليها وياما واحدة حامل وتعبانة ومش جوزها مش عايز يدفع لها كان داخل معها في موضوع عند قد ايه. الناس ما بتعمل كده ما بتفكرش خالص خالص في حياة الناس. يعني اوكي البلوجرز بيخلوا حياتهم تبان قوي قدام الناس او يعني بتبقى في ناس بيعملوا يوميات كده وحاجات كده وبتاع اللي هي انا مش موافقه عليها خالص. مع انه والله ما بنعملش حتى يوميات، يعني هي حاجه بسيطه قوي ممكن مناسبه زي اللي بنعملها دي فبنشاركهم. مش عارفه يعني حتى ما لناش يوميات، بنعمل فيديوهات ظريفه مع بعض على تيك توك. على العموم انت اكيد اتعلمتي من الموضوع ده. اكيد اكيد انا يعني انا مش بقول مثلا ان انا مش غلطانه بس بقول برضو اعذروني. انا الضغط اللي انا كنت فيه محدش يعلم بيه، التراكمات اللي كانت عليا محدش يعلم بيها. بس انا كل مزعلني انتوا كل مفكرين فيه ريتش وترند وبس. ليه وليه زي ما حضرتك قلتي ليه تسيب فيديو زي ده عندك اصلا؟ مستفاد بيه ايه عشان تطلعه؟ خصوصا ان انت مش مخليه لغايه دلوقتي موجود. بالظبط، خصوصا ان انا نفسي يعني شلت، يعني عندكيش رغبه ان هو ينتشر؟ بالظبط، انا شلت استورياتي في ساعتها. ليه حد ينشرها؟ ليه؟ عشان عارفين هتجيب نسبه فيو عاليه، عشان عارفين هيجي لنا من وراها ارباح كذا كذا. ما هو اكيد الارباح دي فيها مال حلال ومال حرام. ما هو ماشي ارباح بس جت عن طريق ايه؟ في ناس بقى بيفرق لهاش. ما فيش هيفرق لها بس هيبقى فلوس حرام. انا عايز اقول لك حتى قبل ما يعملوا ترند المشكله ده كانوا عاملين ترند الفرح اصلا كميه كلام ومضايقات بشكل مش طبيعي. انت اوفر او انت بتعيطي ليه؟ ما انت ممكن تكوني كنت باينه اوفر عشان المواقف اللي انت بتحكيها كانت اوفر. بس ما حدش بقى يعرف. هم فاكرين انا كمان بعيط لسبب. هم فاكرين بعيط لسبب زي ما قلت لك ايه، لسه عروسه جديده وعريس واخيرا وصل اللحظه دي وهيروحوا البيت مع بعض. كانش ده معنى عياطي ابدا. بتعيطي على ابنك؟ بتعيطي؟ كانش ده عياطي ابدا. انا كنت حرفيا بكلم علاء هنا، كنت بعيط من كل قلب. اقسم بالله يا استاذه ريم على الحقيقه تسمعي صوت نهنهتي مش عياطي، كنت بتشحتف. وفاكرين ان هو بيقول برضه قدامي ده واقف ده ما بيعملش حاجه، ده ملوش رده فعل، هو شايفني منهاره كده قدامه. اقسم بالله هو كان منهار برضه بس هو مش باين هيدي رد فعل ايه. اصل هو بيفكر دلوقتي ازاي مد ايده عليها. ايه ده يا جماعه؟ حتى الكومنتات اللي هو ايه، بصي هو جزء على الناس وجزء عليكم. انا دايما اقول ان اللي يحط فيديو على السوشيال ميديا يستنى يستحمل. يعني يستحمل. برافو عليكي. اللي هو انا نويت احط حاجه، عارفه انا مثلا لما بحط فيديو ببقى عايزه احطه لغرض ما ولازم احطه يعني مش عايزه اسمع، بروح قافله الكومنتات من الاول خالص عشان انا مش عايزه اسمع حاجه تضايقني ولا عايزه اسمع. بس عايزه اقول لك فئه الفيسبوك دي اصلا بالنسبه لي، يعني احنا كنا لسه داخلين فيسبوك من قريب، عملنا بيج لينا على فيسبوك. احنا كنا انستجرام تيك توك بس، مثلا ممكن يوتيوب، انما فيسبوك عايزه اقول لك شفت في المنصه دي اللي ما شفتوش في اي منصه تانية. تيك توك غير، انستجرام غير. عمرنا شفنا الكومنتات دي. أيوة. دي ناس انا مش فاهمها فين ومش فاهمها ازاي. حتى برضو في كومنتات تضايق قوي اللي هو ايه، بكره نشوفهم متطلقين، بكره نشوفهم عاملين ومسوين ايه. هما بيقولوا كده عشان عارفين ان الدنيا فيها كده صح، عشان ده بنشوفه يوميا. طب ليه بدل ما نقول كده ما نقول احنا عشان عارفين ده موجود نقول ربنا يحميهم منه؟ فايه لما نقول كده؟ طب يا رب ما يحصل لهمش زي كده.
يا رب ما نشوفش فيهم شر، يا رب احميهم، يا رب احفظهم، يا رب ما نسمعش عنهم مشكله في يوم من الايام. لا مفيش، مفيش، كله سف وكله طريقه. حتى يعني كنا الواحد يقول ايه، انتقد مش مشكله، بس لو الانتقاد بناء، دول مش بينتقدوا، دول بيشتموا. انا شايفه انا شايفه علاء ان انتوا مش مفروض خالص تركزوا في الناس خالص. عندك مراتك بتحبك جدا جدا ومستحملاك، وانت اكيد مستحملها في حاجات على فكره، لان اكيد برضو اكيد يعني الانفعال او التشابك اللي بينكم ده ما بيبقاش من فراغ، أكيد يعني ممكن استفزه، اكيد هي برضو بتستفزك. صح. انا مش بصغر، مش بحلله خالص، لا لا، ما يعني دي ما لهاش مبرر. يعني مد الايد ده ملوش مبرر، العنف ملوش مبرر، غير مقبول بالمره. لكن قصدي اقول اذا كان حد شاري كده، فما فيش حاجة عبيطة او كومنتات عبيطة او حد مطلع فيديو لغرض ما، ان انتوا تنسقوا ورا ده، انتوا وراكم ان انتوا ان شاء الله ربنا يعوضكم خير ببيبي تاني، وتكون تجربة انتوا عديتوا بيها تعلمكم ان انتوا تعيشوا حياة كويسة بعد كده. قويين، مش حاجة. واحنا عمرنا على فكرة ما كنا بركز مع كلام الناس زي ما قلتلك، بس اللي هو ايه، ما هو ليه المرة دي الموقف مش لطيف خالص يا استاذة ريم خالص. انتي برضو يعني حطي نفسك مكان، هو اكيد زعلان، واكيد زعلان انه ظهر للناس بالصورة دي. دلوقتي انا في عيب مثلا، بس انا ممكن، انا مش وحش، انا عارف نفسي مش وحش، في عيب بس مش عايز الناس تشوفني وحش. هو ممكن برضو ده يبقى مقصر فيه، مزعله، انا عارفة حاجة زي دي، مع ان علاء ما بيفرقلوش حد، فرقلوش الناس برضو، بس اكيد اكيد برضو دي ليها نسبة جواه، اكيد اتضايق. لا ما هو ده لو انت عاملاه دلوقتي، لو انت عاملاه ده دلوقتي، لكن خلاص ده كان وقت بظروفه صح وعدى. يعني ما هو ممكن يقول لك نزلتي فيديو ليه، تقول له انت مديت ايدك عليا ليه، صح، هيقول لك، تقول له انت اللي ضغطتني والبيبي راح، هيقول لك لا ما هو انت اللي عملتي، فاهمه؟ ده موقف وعدى. لو انت حاجه عاملاها دلوقتي ماشي، لكن ما ينفعش اعاتب حد على حاجه عدت احنا اتنين غلطنا فيها، فاهمه؟ مش صح. يعني الناس اللي المتابعين اللي عملوا كده او whatever، هم وصلوا للغرض اللي هم عايزينه، هو غرض دنيء الحقيقه. وهو علاء المفروض يبقى اكبر من ده، يعني المفروض يتخطى ده ويكبر عن ده بالظبط. وانا لو منكم اغيظ الناس. والله هو ده اللي هم محتاجينه. يعني انا لو انا اتعلمت قبل كده كنت اطلع وارد واعمل، دلوقتي عارفه كل ده من سمايل، يعني اقتليهم بالابتسامه، فاهمه؟ اللي هو عارفه تاني يوم حكيتي هتضايقك. طب اهو تاني يوم بقى انتوا مع بعض في الجناين وبتغنوا بامبي بامبي وحاجات كده، فاهمه؟ هو ده فعلا. هو على فكره طلع اصلا وقال لهم، طب يعني سوري في اللفظ، انت يا سورم متضايقه من ايه؟ يعني دلوقتي اتنين وحصل بينهم مشكله وخلاص وتراضوا وحياتهم كويسه وفرحوا وعملوا فرح عشان ما كانش ليهم فرح، وبيحاولوا يبداوا حياه من اول وجديد ويصلحوا لو كانوا غلطانين في اي شيء. خلاص بقى، ايه اللي رجعك؟ انتوا عايزين ايه؟ ايوه، ايه اللي رجعك؟ ولا كنت تبص ولا كنت تسال ولا اي حاجه، اي حاجه دلوقتي تاخد لها يومين وبتخلص. دي حقيقه والله. اي حاجه. وكده كده احنا ما كناش طالعين برده في حاجه اللي هي ايه، سيئه للغايه، احنا طالعين في مشكله من مشاكل بيوت. عادي، هو مش عادي، هو مش عادي، بس بتكلم ان حاجه مش ايه، مش عادي ان حد يقول مشكلته يعني، بس برده ما ينفعش نحط يعني حبل مشنقه لحد، لان ما حدش عارف ظروف حد، وما حدش عارف لو هو في الوضع ده هيعمل ايه، هيعمل ايه. صح. بلاش نشتغل قضاء على بعض عشان احنا كلنا بنغلط. بس هو علاء لازم يعني يترفع عن ده، وبسرعه جدا تعملوا فيديو يعني قصف جبهه. والله الضربه القاضيه، عشان انا لما بلاقي حد نيته وحشه ببقى خلاص بقى عارفه مزاجي مش هوصلك اللي انا دايقه. انت عايزه ده هضايقك، بس مش هضايقك بالطريقه اللي انت متوقعها، يعني مش هيكتب طلاق علاء لا. طب احنا مكملين اهو، احنا مكملين، ولا هنعمل فرح تاني بالظبط الاسبوع الجاي. طب والله يا استاذه ريم، من كتر ما فعلا انا اقسم بالله كنت اول مره اعيش المشاعر دي، اول مره فعلا اعمل فرح والبس فستان وكده، كنت لابسه فستان واحنا بنتجوز بس مش فستان زي كده وسكند لوك ومش وقاع فلما اتحطيت اصلا في المشاعر دي الموضوع حلو قوي. احنا بقى نيجي نصور. والله انا فعلا انا كنت بقول له بعدها، قلت له انا عايزه فرح كل سنه من كتر ما الاحساس حلو. ايوه الاحساس حلو، حتى لو انا بعمل ده، واقسم بالله مش كل حاجه ترند ومش كل حاجه شو،
بس انت لو شايف ان في ده سعادتك، والله لو في مقدرتك تعمله مره واتنين ومليون، ما دام بيساعدك ليه ما تعملوش؟ ما دام يعني اللقاء ده مزيج من الحب والجنون وحاجات كتير قوي. تلات حاجات هنتعلمهم من اللقاء ده. اول حاجه، انا شخصيا لازم اعرف ان انا لما ابقى منفعله واطلع اعمل لايف، ان اللايف ده حتى لو انا جيت مسحته من على صفحتي بعد كده هلاقي 500 واحد الحمد لله عامله داونلود ومخزنه عنده. فالطلقه اللي بتطلع ان انت تطلعي تعملي لايف تقولي حاجه على حد او تقولي حاجه موقف على نفسك او بتفضل في الذاكره وبتفضل عند الناس. فهم اتصالحوا وعملوا فرح في عيد جوازهم و راح حد مطلع لهم فيديو الخناقه عشان يقلب المواجع. يعني تعالوا نشوف الاول فيديو الفرح اللي كانت بتكلموا فيه. انا شخصيا قلت ايه ده البنت الاوفر دي بتعمل كده ليه؟ ومحدش يتخيل ان هذه السيده كان ميت ابنها قبليها بشهرين. تعالوا نشوف الفيديو. احنا لسه تمين السنة 20/7، عملنا الفرح 29/7. كنت لسه حباب نفس ال الفكرة ان هما شايفين او ولا عملتي كده عشان الفيديو؟ لا لا مش مصطنع خالص. احنا لسه تمين السنة 20/7، عملنا الفرح 29/7. كنت لسه حباب. قلنا ليه؟ انا كنت عايزة ازيع الاغنية الحقيقة، لان الاغنيه كانت معبره قوي. قعدت اقول هي بتقول له كده ليه، وغفرت لك وسامحتك وعملت وقعدت تعمل كده وكده وتشاور. اتريها محروقه ان يعني انها فقدت ابنها قبليها بمفيش. فاول حاجه قبل ما نطلع لايف نفكر ان دي حاجه هتفضل طول الوقت. تاني حاجه نتعلمها برضو، ان الحاجه اللي تتقصد ان يعني يبقى حد قاصد ان هو يعمل فينا حاجه معينه، احنا نعمل عكسها. يعني اللي طلع الفيديو القديم بتاعهم ده عشان يحاربهم، طب ما يعني كنتوا اعملوا العكس. انت عملت علاء للي اعدائك عايزينه، من بلوجرز بقى، من واتيفر، من اي حد بيحاربك. قالوا لا لا لا، نخرب بيته. الفرح طلع ترند وبتاع، يلا نخرب بيته ونجيب فيديوهات قديمه عشان يسيبوا بعض. تروح انت منفذ لهم اللي هم عايزينه، وانت مراتك فاقده ابنها قبليها بشهرين؟ في حاجه اسمها كده؟ وبعدين ايه ذنبها؟ يعني الفيديو طلع في الوقت ده، ايه ذنبها؟ فيديو الفرح طلع، راحوا مطلعين لهم لايف الخناقه اللي قبليها وهي بتصرخ وبتقول بيضربني وبيعملني وبيساويني، فالراجل زعل ومشي. في حاجه اسمها كده؟ طيب احنا اللي يهمنا في الموضوع ده الرساله اللي قالتها لعلاء جوزها. ولو انت ما سمعتهاش يا علاء اسمعها لك تاني. تعالوا نسمعها له تاني. تقوليها لعلاء. علاء بصي كده الكاميرا وقولي له وجهي له. بتحطي ليه في موقف؟ ليه؟ في الوقت الحالي مش معلش، ما هو ده من القلب بقى، مش هنوضب لها. انا بتكلم يعني في وقت الزعل مش عارفه ممكن اقول له ايه، اني زعلانه برضو منه. بس هو دشدش لي التليفون بتاعي. مش مهم، احسن ما يدشدش لك حاجه تانية. التليفون زعلني قوي، انا اصلا ما عملتش حاجه، وانت في الاول ما كنت زعلان يعني. بعدين انت لازم تعذرني، انت بتحسبني على ايه برضه؟ ايوه بصي بقى الكاميرا وكلميها. لا هو كل انا عايزه اقوله والله ان انا انا مش زعلانه من اي حاجه والله، ومسامحه و بحبك جدا، وعارفه ان انت من جواك حد كويس ونظيف. بس هي يمكن ضغوطات اتحطينا فيها، وانا اسفه يعني ما كانش قصدي، بس كان غصب عني كل ده. ما كنتش احب ان احنا نوصل لنقطه زي دي برضو. انت كده كده عارف ان انا اكتر حد في الدنيا دي حبك وبيحبك، سواء كملنا ما فيش نصيب، كده كده مش هيبقى في بعدك. مش عايزه. وبعد ابني لما كنت عايزه اخلف، كنت عايزه اخلف في حته مني ومنك، عند ربنا، ابننا عند ربنا.
الرسالة التانية بقى اللي كنت اخليك انت تقوليها، انا اللي هقولها، اللي هي للي رفع الفيديو او للي حط الفيديو تاني او قال لك دي واحدة وجاب لها فيديو قديم وطلعه وبتاع. انتوا ناس ما عندكوش دم بجد، يعني انتوا ناس انا ما اعرفش انتوا يعني اصلا ممكن يقول لك ايه، انت اللي بتطلعي حياتك للعلن فاشربي بقى. لا، ممكن اي واحده فينا يمر بيها لحظه ضعف او تبقى عايزه تفضفض او تبقى عايزه تستنجد او تبقى عايزه تقول اي حاجه، فتطلع تقول ياما طلعنا لايفات وندمنا عليها وياما. انا عايزه الاسبوع الجاي ان شاء الله نشوف علاء وهو راجع لمراته، وان شاء الله نيجي نبارك لك لما تحملي تاني، وباذن الله نحضر السبوع. توعدينا بس ان هي وصبايا يحضر معاكي السبوع باذن الله، لان لو علاء انت مش مدرك كم الحب اللي هي طلع بتحبولك، يعني هي في كل حديث علاء حبيبي علاء حبيبي اصل علاء مش عارفه ايه اصل ايه. ناس كتير هتقولك طب هي بتقولك انها بتتعرض للعنف وهو عصبي وبيطلع عن شعوره و و و او لا ايه، يعني ست بتقول انا غفرت ورجعت وقال لي سامحيني و و ولا لا لازم تطلقي؟ يعني اذا كانت هي سامحته انا اقول لها لازم تطلقي؟ هي مش يعني كل واحد اضرب ظروفه. يعني انت بتشجعي ان الرجاله تضرب الستات؟ لا لا، ولا ارضى على نفسي ولا على بنتي، بس ما اعرفش لو حصل لي انا هطلق ولا لا، ما اعرفش هسامح ولا لا. انا على فكره ما مش بتاعت شعارات، بقول حقيقه، لان مش كل واحد بيعامل مراته كويس بيحبها، ومش كل واحد غلط او خرج عن شعوره مره ناحيه مراته يبقى ما بيحبهاش. يعني فكره اللي يقول لك اصل اللي يأذي مراته يبقى ما بيحبهاش، لا مش لازم. هي بتبقى سوء تربيه، بتبقى طبيعه مش حلوه، بتبقى شيطان، بتبقى حاجات كتير قوي، بتبقى حاجات كتير جدا، مش مساله حب ولا مش حب. لكن غلط هو غلط، ومحدش ياخد بنات الناس يبهدلها، ومش من الرجولة أبدا إن حد يتعامل بعنف مع الست، ولكن في الآخر في حب، كان في استقرار، كان في بيبي، هما الوحيدين اللي يقدروا يحددوا هيستمروا ولا لأ. بس محدش يعاتب حد على حاجة عدت من زمان. نروح لفاصل ونرجع. هما رسالتين، ورسالتين مهمين جدا 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 جدا. اولا انا خلاص يعني ماليش خالص في مطربين المهرجانات خالص، لان حصل كذا موقف ما بقيتش خالص، يعني اخدت عهد اني ولا هستضيفهم ولا هتكلم عليهم ولا اي حاجه. ولكن عصام بيفرق في حاجه، ان عصام طيب قوي وعيب قوي ان حد يشمت فيه، عيب، لان هو في الاخر ما تمسكش في قضيه شرف مثلا ولا سرقه ولا احتيال ولا اي حاجه. هتقولي ده موت واحد برضو، عشان اقولها واقولها بضمير وبيقين، الخبر ان حصل حادث سير او حادثه عربيه اعلى الطريق الدائري، هم خلاص اتصالحوا، يعني الله اعلم هو عوضهم واتصالحوا و و و، لكن القضيه الاساسيه فكره ان هو قتل حد. هو طبعا ما قصدش يقتل حد، هو يعني مش زي الجرائم اللي بنقدمها، هو ما قصدش يقتل حد. ولكن هتقول لك الناس اللي راكبه عربيات وبتاع واحنا غلابه ماشيين على رجلينا، على فكره انا اللي غلبانه في الوضع ده. يعني انا النهارده راكبه عربيه حتى لو بملايين، وانت ظهرت لي في الضلمه اعلى طريق الدائري، انا اللي غلبانه، انا اللي غلبانه، وانا اللي هتحبس،
وانا اللي هتبهدل وانا اللي وانا اللي كل حاجه. هتقولي طب والراجل اللي ساب عيلته؟ يا جماعه يا جماعه، في ناس يعني زي ما احنا بناخد، والله انا نفسي نفسي يفعل هذا القانون، زي ما احنا بناخد مخالفات على مش رابطين الحزام وبنتكلم في التليفون والسرعه وكده، لازم زي بره ان يبقى في برضه مخالفه على اللي ماشي، برضه مخالفه على اللي ماشي. يعني بره مصر وبره اللي هي حاجات الوطن العربي، يعني في اوروبا وامريكا، فكره ان انت كواحد بتعدي مثلا والعربيه ماشيه ما بتستناش ان الاشاره تعمل، ممكن يجي لك واحد يقبض عليك، لان انت بتعرض نفسك وبتعرض الناس للخطر. طيب احنا لو ماشيين دلوقتي في فيصل او في شارع الهرم او في المطريه او في امبابه او في اي حته، احنا لو ماشيين في اي حته بذمتكم بذمتكم، وقولوا لي كلامي صح ولا لا، العربيات ما بتبقاش ماشيه والناس ماشيه وسطيهم عادي؟ الناس ماشيه وسطيهم عادي. ويا سلام لو انت ماشي في الطريق وضربت كلاكس مثلا عشان لقيت حد قدامك فمش عارف تفاديه، يبص لك قوي 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 ان انت ازاي يعني ازاي ماشي بالعربيه يا جماعه. هو اصلا يعني مش منطقي ان يحصل حادثه عربيه، لان المكان اللي ماشي فيه عربيات مش ماشي فيه ناس، في كباري مشاة، في الدولة عاملة كباري مشاة في كل حتة فاضية ما بيطلعهاش حد. يعني هنا على وصل الدهشور وعند مدينة الإنتاج والله العظيم تلاقي ناس كتير جدا جدا واقفة وماسكة أكياس مثلا في إيديها، طالعة من المدينة طالعة من الشغل، بتبقى هتخبط مليون حد وهو في كباري مشاة في كل حتة، لكن هو عشان مكسل يطلع ويمشي الناحية التانية يبقى يقف. مفيش رصيف في الطريق الدائري، والطريق الدائري انت ماشي على سرعة هاي واي يعني طريق، فانت مش متوقع اصلا ان يبقى فيه بشر. فانت لو لقيت حد قدامك يمينك وشمالك مش هتعرف تفاديه، هتقولي طيب كان واخد مخدرات، وتعاقب على المخدرات، تعاقب على المخدرات. بس ده ما ينفيش فكرة يا جماعة ان انتوا بقيتوا بتمشوا في اماكن كتير قوي مش المفروض تمشوا فيها. المحور، محور 26 يوليو، والله العظيم الناس بتعدي، والله العظيم الناس بتعدي، والله اني لما بركب العربية اقول يا رب ما اخبط حد، يا رب ما اخبط حد، لان انتوا بتعدوا الطرق اللي هي المحور والدائري والكباري وكده عادي عادي، مش بفهم ازاي. وناس بس ماسكه عيال كتير ومش عارفه ايه، ببقى والله العظيم مش فاهمه. حتى لو مشينا على السرعه المقرره برضه هتخبط حد. شوف كام واحد خبط حد في الفتره اللي فاتت، ناس معروفه كتير، واكيد كل يوم في ناس بتتخبط بالعربيات، لان السلوك العام ان ما بقاش في ضوابط، ان في حاجات ما ينفعش نمشي فيها على رجلينا وسط البلد. في رصيف الناس كلها نازله تحت الرصيف، وكأن اللي هو مثلا عايز ياخد مواصلات ده لو نزل تحت الرصيف هياخدها اسرع. عايز توقف تاكسي مثلا يوقف وسط الشارع، والله العظيم وسط الشارع بيفضل يعمل كده ويشاور وبتاع، اطلع رصيف. انت واقف وسط الشارع ليه؟ وبعدين لما تتخبط تبدأ يفضل يقول وساب اربع عيال وساب مش عارفه ايه وساب ايه. طب والناس برضه اللي ماشيه في عربيات بتعمل ايه؟ انا مش من وظيفتي ان انا اقعد افادي الناس في الشارع. في ضوابط، في اشاره دوله حطها بتعمل احمر فاحنا بنقف فالناس بعد كده تعدي. في طرق زي الدائري زي المحور زي ممنوع عليها بشر وممنوع عليها عربيات نقل. لا، في ناس بتعدي الطريق الدائري والله العظيم تلاقي واحد بيجري كده، او والله العظيم اقسم بالله العظيم ده حصل، واحد بيتكلم في التليفون وبمنتهى البطء بمنتهى البطء اللي خلقه ربنا بيعدي الدائري كده، كنت رايح التجمع ولا باصص حتى. ده ايه طيب؟ فيعني انا بقول لكم كده مش دفاعا عن عصام،
ده حفاظا على سلامتكم. موضوع بقى المخدرات، انا متهيألي ان عصام عشان واحد طيب، ربنا عمل كده عشان يضيع فكرة اللي هي اصلي كنت فرح فشربت سجارة تفاريح، اصلي كنا قاعدين بنألف اغنية فشربت مش عارفة ايه، اصلي كنا بنعمل. هو عمره ما هيقرب خلاص تاني، لان هو حتى اللي بنتكلم فيه ده اكيد سجارة اللي هي انتوا ما بتعتبروهاش مخدرات، بس هي مخدرات وبيعاقب عليها القانون بدليل حكم 6 شهور. فحضرتك لو حصلك اي مشكلة وشارب سجارة تفاريح زي بتاع الاوبر كده بتاع سلمى شماعة الله يرحمها او عصام النهاردة او هتتسجن. مش هتتسجن على المشكلة اللي انت اتمسكت فيها، هتتحبس على السجارة اللي انت اعتبرتها انها مش مخدرات لانها مخدرات ويعاقب عليها القانون. ان شاء الله يا عصام يعني لو تأيد هذا الحكم في الاستئناف، ما نعرفش هيحصل ايه، ممكن في الاستئناف القاضي مثلا ياخد بعين الرأفة بعصام، ممكن ما يحصلش وينفذ الحكم، ولكن في الاخر هما 6 شهور ممكن يبقوا اقل لو بقى يعني عنده حسن سير وسلوك، هيبقى بس يمكن ربنا بيحبه انه هيطلعه من الطريق ده خالص حتى لو كان بيعمله تفاريح، لان قد ايه النهارده كان باين الطيبه والانكسار اللي محدش ابدا يحب يشوف حد فيه. ربنا يا رب يعافينا كلنا من الحبس ومن المشاكل ومن ان حد يبقى عنده مسيره وماشي فيها ومتالق ويحصل له حاجة زي كده، لأن دايما الحاجات الفجأة دي بتفجع، يعني دايما وقوف الرزق الفجأة، الموت الفجأة، المرض الفجأة. ربنا يا رب يعافينا فعلا من أي حاجة تحصل لنا فجأة. أنتوا فتحتوا ده إيه ده؟ الناس اللي قالت ان هو هرب الامارات، طب ممكن تشوف يا غروة. الناس اللي قالت ان هو هرب في الامارات وكان ناوي ان هو يفضل هربان، انا متهيالي ان كان في حد معاه على طول قبل الموضوع ده ما يحصل، وممكن هو يقول لنا هو فعلا كان هربان ولا كان عنده شغل ولا ايه بالظبط. ما افتكرش يعني، لانه من عدم الذكاء بصراحه، لان اكيد معروف ان في تعاون من الانتربول بين الامارات ومصر، وفي نفس الوقت هتهرب قد ايه يعني؟ مش هتغني في مصر تاني مثلا؟ يعني لو خدت حكم غيابي اوحش بكتير. فرجاء محدش يمشي في الشارع في الطرق المفروض محدش يمشي فيها، والحاجة التانية ان احنا ما نشمتش فيها. معانا استاذ عبد الله الشاذلي متعاقد حفلات في الامارات، كان مع عصام قبل ركوب الطيارات الايه؟ يعني ايه؟ معلش يا جماعة انا اسفة، بس انا بيتقال لي حاجات يعني غريبة. شاذلي، احنا معانا شاذلي بتاع الملابس. شاذلي اهلا بحضرتك يا باشا. ازيك يا شاذلي، اخبارك ايه؟ دايما بنتقابل في فرحه وكده، النهارده متقابلين في حاجه مش لطيفه. الحمد لله على كل شيء. ربنا يفك سجنه ان شاء الله. انت 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 صديقه، صديق عصام، يعني اي حد يتمنى يبقى صديقه بجد بجد والله، مش محتاج ان انا اقول ده، يعني هو صديق لما بيبقى حد قريب منه بجد 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 يعرف عصام كويس قوي. انا ما بحبش نبص على حد من بعيد، لما تعاشر لحد تعرف هو ايه كويس. ما انا بقول ان يمكن ده خير لي، ان حتى لو كان بيعمل اي حاجه من الحاجات دي تفاريح خلاص متهيألي مش هيقرب لها تاني. ربنا عمره ما هيجيب حاجه وحشه، هو اكيد بالزبط. ربنا شايل له حاجه اكيد اكيد. هو والله العظيم يعني انا يعني على قد صلتي القريبه بيه، بس انا واثق ان هو عمره ما بيجري على اذى حد. لا بس يعني كتير. حتى لو كان بيعمل الحاجات دي تفاريح اكيد مش هيقرب منها تاني اكيد. انا اليوم ده انا كنت معاه في دبي، قاعدين مع بعض اكتر من 7-8 ساعات. هو الراجل حاجز
على قبل ما عجل جلسته. يعني هو يعني هو ما كانش هربان قصدك؟ لا طبعا هو نزل على الميعاد، هو حاجز قبلها، يعني هو كان معايا قبلها مثلا باربع خمس ايام. امال ليه كتبوا اخبار ان هو الانتربول اللي قبض عليه وراح؟ لا حاجزين يوم 9 من هناك، هو حاجز يوم 9. انت قصدك انه ما لحقش يرجع لكن كان ناوي يرجع يعني؟ هو لا ناوي، هو ناوي، هو حاجز على يوم 9، هو التيكت بتاعه يوم 9، هو اللي راجع بارادته، هو اللي دافع وراجع، ما حدش قبض عليه في حته. والله يبقى في اخبار مفبركه. هو محضرين الشنط ومودينه لحد المطار. كان في المطار الساعه 5 وربع تقريبا، 5 ونص، هو داخل المطار واحنا مودينه الشنط معاه وهو داخل يرجع يحضر قضيته. وراجع بقى راضي بكل حاجه، يعني هو راضي باي حاجه هتحصل، وراضي بقضاء ربنا، وراضي بالقضاء المصري، ومسالم. بس هو يعني، هو يعني اللي حصل له كتير مكسور طبعا. هو قال كلمه النهارده وهو في القضيه، قال يا جماعه انتم مكبرين الموضوع قوي عشان الصحفيين صوروه كتير. لما تقعدي قدامه كده اقسم بالله ما حد يستحمل كلامه بجد بجد. انت اصلا اللي شاف حاجه فيديو واللي قاعد معاه حاجه تاني خالص، وهو بيدمع قدامك حاجه. بس هو في الاخر يا شاذلي عمل حاجه ضد القانون. قصه البني ادم وحشه لما كلنا نجتمع ان احنا نفضل ورا البني ادم عشان نجيبه ارضا بعد ما بفضل ربنا. كان هو بفضل ربنا ثم الناس في سبع سما، دلوقتي بفضل ربنا طبعا ده قضاء وقدر، والناس تنزله سبع ارض بسبب، يعني هو الحادثه دي قضاء وقدر، ده اجبال بتاعت ربنا. احنا ما بنتكلمش على الحادثه دلوقتي، هو ما خدش حكم على الحادثه، هو خد حكم على المخدرات. فاحنا بنتكلم ان دي يمكن تخليه استاذ هو دلوقتي عصام شغال فين؟ حفلاته فين؟ حفلاته فين؟ في دبي، في النايتات. النايتات دي ايه؟ عباره عن ايه؟ فهو حتى لو في حاجه يا باشا، اللي قاعد في مكان وجنبه حد بيشرب هو بيلقط عليه. يعني اللي قاعد في مكان وجنبه حد بيشرب فهو بيلقط عليه. شاذلي وهو، ولو احنا بنتكلم في غلط حصل، بس غلط ده كم انا بقول ان ده تحذير لي والشباب تانية، حتى لو بتعمل حاجات دي تفاريح تعرف انها ممكن تحطهم في مشكله كبيره. هو برضه حطوه في مشكله عشان هو برضه عصام صاص، هو لو حد عادي بطل كل الضجه دي عليه. لا لا، في ناس كتير قوي لما بتحلل مخدرات، لا ما يعني في ناس في السجون كتير قوي واخده احكام تعاطي. ازاي مفيش اعتراض طبعا على اي قصدك على الضجه اللي حصلت؟ لكن طبعا ما الضجه اللي حصلت دي احنا عاملين سبوت على بني ادم مش مخليني يعرف ياخد نفسه. مخليين لو غلطه قد كده، احنا بنقول دلوقتي لاي حد ربنا بيكرمه وبيتشير، خلي بالك انك هتتذبح في اي حاجه، لو غلطه 1% انت هتتذبح بسببها. ده صح. انا بشكر ابنك. انا بشكرك يا شاذلي. هو شاذلي قال حاجه مهمه قوي، قال ان الغلطه بتذبح. بس برضه هرجع تاني واقول الناس اللي ربنا بيكرمها وبيديها نجاح وبيكبرها لازم تخلي بالها من تصرفاتها. على فكره ده انا بقوله لنفسي وليكوا، لان انا اكيد بغلط برضه، انها تخلي بالها من تصرفاتها عشان هي فعلا لو وقعت في مشكله مشكلتها هتبقى ضعف مشكله اي حد تاني طبيعي عشان الشهره وعشان الاسم. لكن اي حد بيتعاطى لا، بياخد حكم، بياخد حكم 6 شهور. لو حضرتك ماشي والنهارده انا رحت اشتكيتك في اي حاجه ورحت عملت لك تحليل وطلع ايجابي، ناس كتير قوي بتشتغل شغلانات كتير قوي بتعتبر ان السيجاره دي مش مخدرات وان هي بتتاخد تفاريح. طيب يا اللي بتاخدوا تفاريح، عصام النهارده اتحكم عليه ب6 شهور عشان التفاريح دي، وانا مبسوطه بدل هو انسان كويس وفنان كويس ونجح بسرعه شديده انه هيطلع مش هيقرب للحاجات دي تاني ولا تفاريح ولا غير تفاريح. شفت قال لك ايه؟ قال لك يعني هو بيغني فين؟ بيغني في نايت كلابس وبيغني في ملاهي ليليه، يعني فاكيد فيها الحاجات دي. هو بيقول كده، ده ملوش اي علاقه، ملوش اي علاقه، ملوش اي علاقه ان في الاخر دي حاجه ضد القانون. وهي لو موجوده في اماكن ممكن تبقى موجوده في اماكن في كل انحاء العالم ولكن يعاقب عليها القانون برضه. ومعلش احنا بالمقارنه بزمان، احنا الداخليه النهارده مش مخليه مكان مش منظفاه. يعني لو نرجع لورا لما كانت الناس تقعد تكلمني وتقول لي ده بصي الحته دي فيها والحته دي فيها والحته دي فيها، دلوقتي لا، دلوقتي لا. فخلي بالك يا اللي بتتعاطى المخدرات او السيجاره اللي بتقول عليها تفاريح، ان من فضلك ده ضد القانون. ربنا يا رب يفك سجن اي حد ناوي على التوبه، وان شاء الله باذن الله ان ربنا يعافينا كلنا من اي حاجه فجاه تحصل لنا. ولو سمحتوا ده عشانكم،
عشان ارواحكم وارواح ولادكم ما تمشوش في اماكن مش المفروض الناس تمشي فيها لانكم هتتخبطوا بالعربيه. وساعتها القانون مش هيعاقب اللي خبطك بالعربيه. يعني لو انت بتعدي الدائري وحد خبطك مش هياخد حكم. لان ده طريق مش المفروض حضرتك تمشي فيه. يعني هتبقى ساعتها العربيه مش غلطانه. فما تقولش اصل حقي ضاع. نروح لفاصل ونرجع. عصام بيقلب المواجع. طيب مين ناخد؟ مين؟ عبد الله مساعد عصام. اهلا بيك يا عبد الله. اهلا بيك. اخبارك ايه؟ طمنا الاول على مرات عصام، اخبارها ايه؟ والله هو مرات عصام وكل اللي سبب عصام في حاله انهيار غير طبيعيه، وطبعا مراته هو كان محبوب قوي، ده اللي انا ملاحظاه انه محبوب من الكل. يعني طبعا انا هبدا بس كلام قول الله تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان امر الله وقدرا منظورا، ده رقم واحد. جزاك الله العظيم. طبعا كل حاجه دي قضاء وقدر من ربنا. بس انا كان لي عندي تعقيب بسيط قوي في حوار الجرايد وكل اللي كانوا عمالين يتكلموا. بص انا اول حاجه عشان بستخدم الجرافيك بتاع عصام صاصا. الايه معلش انا ما سمعتكش، الاي بيس قطعت. انا مش مساعد عصام صاصا، انا المصمم الجرافيك، وطبعا يشرفني ان انا اكون مساعده، بس انا مصمم الجرافيك بتاعه. ايوه ماشي. طبعا عصام صاصا ده كنت من الاول، بس انا ليا تعقيب في الجرايد اللي منزلها كاتبه تم القبض على عصام صاصا في مطار القاهره. ده معناه ان هو كان هربان، ومعناه ان هو كان بره البلد الجزائر، لكن كل ده ما حصلش. عصام صاصا كان بارادته هو نازل وراجع القاهره. انا عايزين نعقب كلنا كاصحاب عصام صاصا على الكلمه بتاعت تم القبض عليه. ان هو ما ترحلش ولا اتقبض عليه، هو سلم نفسه. ما ترحلش. وقبليها كان منزل فيديو قبل ما ينزل وقبل ما يروح، كان الساعه 5 تقريبا او الساعه 6 الصبح، وكان بيكلمني قبليها. وهو كان نازل، كان راجع على مصر بسبب الجلسه بتاعته، هو حاجز اساسا الطياره قبلها بكام يوم. ايوه مش شاذلي كان بيقول دلوقتي. كان حاجز الطياره قبلها بكام يوم، فهو مش ما كانش هربان، ما كانش هارب بره مصر، ولا بالعكس ده كان هو مش عارف يكون موجود في مصر بسبب شغله، كان شغال هناك علشان برضه كان ملتزم بعقود وكان ملتزم بحفلات كان بيعملها، وده طبعا خراب للناس التانيين والعصام. فبدا ان هو يروح وما كانش عارف ينزل مصر بسبب طبعا الضجه اللي كانت معموله عليه. حس ان هو الاول والاخير اللي عمل حادثه، طبعا الله يرحمه الفقيد الله احمد مفتاح، بس عملوا ضجه كبيره قوي على عصام، ضجه كبيره ما كانش يستاهل ان عصام يحصل فيه كل ده. اطيب انسان واطيب قلب، وربنا على فكره. انا بس عايزه اقول لك حاجه، الضجه بتتعمل بحجم الواحد. يعني لو عصام اتشهر قوي والناس بتحبه، يبقى لما ينزل خبر عنه الخبر هيعمل ضجه. فهو ان اذا كانت الاخبار عملت ضجه فده عشان عصام محبوب، مش عشان حاجه ضده. ده يدل على نجوميته، مش حاجه ضده. والحمد لله ربنا يزيد محبته للناس، هو يستاهل كل خير اقسم بالله. واحنا برضو بنحمد ربنا على اي حاجه، وعلى قضاء ربنا وعلى قضاء مصر. بس الضجه اللي معموله عليه، وفي حاجات كتير قوي كدب طالعه ان عصام كان هربان، الكلمه دي مش حقيقيه. عصام ما هربش. انا بشكرك والنقطه واضحه خلاص، عصام ما هربش. عصام كان حاجز يوم 9 حسب كلام صحابه، وكتب ان الانتربول اللي سلمه، وكتب ان فاتصلح دلوقتي معلومه فكره ان عصام كان هربان. هو كان حاجز يوم 9 وجه حضر المحاكمه بمنتهى الحزن اللي كان فيه. ولكن ما تخليناش نتكلم، انا اسفه يعني، في صعبانيات. في الاخر هناك دوله لها قانون، والقانون يجب ان يحترم، والقانون يجب ان ينفذ. مفيش حد فينا ما بيغلطش، ولكن نصيحة ليا وليكوا ولأي حد، إن ما تعملش حاجة ضد القانون وترجع تقول أصل أنا طيب وغلبان أنت طيب وفلان ما بيعمل وفلان ما بيعمل. ربنا ما بيسيبش. ممكن يكون ربنا من كتر ما هو بيحب عصام وقفه عن الطريق ده، لأن يعني
مش مفروض اقول كده، بس يعني انا اسفه جدا جدا جدا. في مطربين مهرجانات دلوقتي في الساحل الشمالي ليهم فيديوهات مقززه مقززه، لدرجه والله العظيم ان انا صحيت يوم مجنونه كده فكرت اني اقدم بلاغ فيهم حواليهم. انا مش عايزه اقول ان دول راقصات شرقيين، لان دول مش راقصات، لابسين ملابس بشعه، بيعملوا حاجات خليعه جدا، وهم بيغنوا وسطيهم حاجه منظر مؤسف مؤسف. يعني يجب ان فعلا يعني فعلا لازم يتعاقبوا. ف دول بيتسابوا بقى ان هم يعملوا حاجات غلط كده كتير لغايه ما ايه ربنا ياخد القرار. لكن اللي ربنا بيبتليه بسرعه كده وبشكل مفاجئ وقدر ولطف ان هم 6 شهور، ده اكيد ربنا بيحب عصام عشان ما يمشيش في الطريق ده. وانا متاكده ان عصام لو اتايد هذا الحكم هيطلع واحد تاني، وحتى يعني حتى لو طلع براءه في الدرجه التانيه انا متاكده برضو ان ده درس تعلمه، زي ما كلنا خدنا دروس قاسيه. هو مش اول ولا اخر واحد، بس الرحمه وعدم الشماته، لان الدنيا دواره واللي هنشمت فيه هيحصل لنا. نروح لفاصل ونرجع. ده مشكله دلوقتي ويجب ان تحل. هي طلبت منا انها تقول لكم رساله، لان هي لقت ان اللي بيحصل بين الحما ومرات الابن ده بيحصل في بيوت كتير جدا. وفكره ان مرات الابن اللي غلطانه ولا الحما اللي غلطانه دي حاجه بتتقال وبيحصل عليها مناقشات كتير جدا جدا في بيوت كتير قوي. وزي ما قلنا امبارح، اذا كانت نداء غلطت وانتوا غلطتوها بالرغم من ان احنا ما كناش نعرف انها مريضه، الناس اللي بتقول انها بتمثل، ايا كان الموضوع اتقلب حاجه تانية دلوقتي. اذا كان الزوج قرر الطلاق او الانفصال فده ليه اصول وليه حاجات قانونيه. المحاميه ليها حق الرد، علي ليه حق الرد، بس علي الظاهر مش عايز يظهر معانا عشان هو عايز حد يمشي على هواه. احنا ولا مع نداء ولا مع علي، احنا مع الحق. فعلي ليه كل الحق في انه يرد، بس انا متهيالي ان هو ما بيردش يبقى ما عندوش رد، بس هو ده تحليلي الخاص يعني. تعالوا نشوف نداء هتقول لنا ايه. انا نداء مرات علي نبيل عبد الحليم السيد من الجار. علي خد الفرش هو واهله ولموه في عربيات الساعة 3 بالليل الفجر اللي هو صباح يوم الجمعة. واحدة اتصلت عليا جالت لي من الجيران اللي هناك، قالت لي خد الفرش هو انت اصطلحتي انت وجوزك خدتوا سكن بره؟ قلت لها لا انا ما اصطلحتش انا وجوزي، ولا في صلح ولا في طلاق، وانا مش عارفه دلوقتي ودى الفرش فين. انا عايزه حجي، بدور على حجي. اهلي ديار نجم وديار البلد وامك محمد جميعا، انا عايزه حجي يقفوا معايا. وانتوا كنتوا بتقولوا عليا ان انا ظالمه؟ انا مش ظالمه. ظلمت لا، يعني واحده بتعف في شرفي بتقول لي الفاظ مش كويسه، كل ما تتكلم معايا تقول لي الفاظ مش كويسه. ايه يعلم ربنا انا كنت شايلهم في عينيا جدين، عمري ما قصرت مع حد. وفي الاخر تعف في شرفي وقفل عليا الاكل وقفل عليا كل حاجه. انا دي امبارح وابويا اللي بيصرف على بنتي من يوم ما جيت عنده من يوم 19/7 لحد دلوقتي، وانا قاعده عند ابويا اللي بيصرف على بنتي وبنتي ابوها مش بيدور عليها. ودلوقتي الروشته اهي امبارح انا كاشفه على بنتي يوم 10/8، يوم 10/8 الكشف ب 300 جنيه وغير العلاج ب 400 جنيه، يعني 700 جنيه كله. انا بتحرج من والدي ان انا عايز اطلب منه حاجه يجيب لي بنتي. جوزي ما دورش على بنته، ما بعتلهاش مصاريف، ما بعتلهاش اي حاجه ولا كانها بنته. من يوم ما نزل من السفر ما شالش بنته اصلا، مش شافها ولا شالها ولا قال لها اي حاجه ولا اتعرف عليها. انا دلوقتي عايزاكم تقفوا معايا وتجيبوا لي حجي وحج الفرش بتاعي، عشان دلوقتي مش راضي يديني فرش ولا يديني حجي.
خباب. وخباب خبى الفرش ومعرفش هو فين. انا عايزاكوا تجيبوا لي حد لنشد امه محمد جميع. والله ده انا حررت محضر يوم الجمعة 52-54-2024 ادارة ديرب نيك. هم نقلوا المنقولات بتاعت نداء من شقة علي ودوها شقة تانية، ودوها مكان تاني. خدوا الحاجة؟ خدوا الحاجة وحررت محضر يوم الجمعة. خدوا الحاجة بتاعت نداء يعني؟ خدوا حاجة نداء من البيت؟ عملت محضر سيرة وكان في بعض الأشخاص، في حوالي 8 ولا 9 بينقلوا الفرش ومعايا فيديوهات كده. ليه؟ تقال لي إن في رد بيقول إن هو خد الحاجة يحطها في شقة عشان أمه طردته من الشقة. خد الحاجة يحطها في شقة وما خد حاجة مش حاجته يحطها في شقة وما خدش مراته؟ بعدين الرجالة اللي ورا دي هي اللي راحت شالت العفش؟ ما هي الكاميرات جايبة 4 عربيات نقل وهما بينقلوا العفش. ليه بتكبر المواضيع كده؟ ليه؟ واحدة اتخانقت مع مامتك طلقها؟ ايه؟ دول مين دول؟ طيب احنا الحقيقة استاذة حياة، استاذة تحية محامية علي، اهلا بيكي استاذة تحية. محامية علي، ممكن حضرتك توطي التلفزيون؟ وايه صوت؟ الو، وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه استاذة تحية اهلا بيكي. ايوه استاذة ريهام سلام عليك. اولا لازم اقول لك على مفارقة، ان احنا اول يوم جينا الشرقية رحنا بيت نداء. طب اطفي التلفزيون خلص شوية. اطفي احسن. ايوه اتفضلي حضرتك. اول يوم جينا صورنا مع نداء قالوا لنا المحامية مكتبها هناك، فجينا عند مكتبك اتفضلي عشان ناخد الرد في نفس اليوم، وده دليل على ان احنا ما كناش واقفين مع طرف او واخدين صف طرف. انا اول طبعا مستغربه ان في محاميه ست واخده هتدافع عن الراجل، بس ايا كان ده يبين ان احنا ديمقراطيين. حضرتك مش سامعه من التليفون؟ طب والله طب علي عليك وانا مش سامعه. لا مش هينفع تعلي التليفزيون. انا مش سامعه حضرتك والله. مش هينفع تسمعيني من التلفزيون. لا انا مش سامعه حضرتك. مش طب اعيد تاني. هو المشكله في الشبكه هنا بس والله. ممكن تطلعي طيب الشارع او هو هو انا هرد على حضرتك في حاجه واحده بس. ما انا ما اتكلمتش عشان حضرتك تردي عليا، ما لازم تسمعيني. هو للمحضر اللي بيقولوا ان هم عملوه بخصوص السرقه بتاعت الفرش. ما ينفعش تردي على حضرتك. ما ينفعش ما تسمعنيش. انا برد بالنسبه للمحضر اللي بيقولوا عملوه بالسرقه رجعوها. اظبطوا الصوت ورجعوها لنا. نفسي يعني نفسي لما حد يختلف مع حد، يعني بقول لكم لو الراجل مش قبل اللي حاصل لمامته حقه، حتى لو هي بتقول شتمتها في شرفها عملت مش عارف ايه، حقه انه شاف مامته بتتضرب فمش عايزها، حقه طلقها بقى واديها حقوقها عشان دي ام بنتك وخلاص. استاذه تحيه اتفضلي حضرتك. سامعاني كده؟ سامعاكي يا فندم. طيب بقول لحضرتك ان احنا اول يوم نزلنا في الشرقيه رحنا لنداء، وبعدين رحنا لغايه مكتبك لانكي ساكنه فوق بيتهم او حاجه كده. لا ده مكتب حضرتك في اخر الشارع عندهم. وكنا عايزين نقابل حضرتك، ده دليل على ان احنا مش واخدين صف نداء، دي اول حاجه. تاني حاجه انا كنت مستغربه ان في محاميه ست واخده صف الراجل.
بس ده يدل على ان احنا يعني ايه ديمقراطيه. لا يدل، انا ماسكه شغلهم من اكتر من 15 سنه يعني، مش جديده يعني. طيب قولي لي بقى الوضع ايه دلوقتي، يعني ليه هو مش بيطلق وينفصل ويدي حقوقها وكده؟ يا فندم احنا قلنا ان مفيش طلاق، احنا مدينه هيتصالحوا يعني يفكر. ليه لا يا حضرتك ليه لا؟ طب يا ريت. احنا قلنا بلاش طلاق، لان كل قراراتنا احنا قلنا القرارات اللي هتتاخد دلوقتي قرارات كلها خاطئه. هو حضرتك بس اللايفات اللي عملها ما قالش فيها كده. خد فرصه ان انت ممكن ترجع في كلامك تاني، عشان في طفله صغيره هتبقى ضحيه. طب ده خبر حلو قوي. في طيب. طفله صغيره هي الضحيه. يعني هو بيفكر مفيش طلاق يا ابني، بس في حاجه ثانيه بخصوص طبعا سرقه الفرش والعربيات. طيب حضرتك إيه دلوقتي مش سامعيني هي البنت سامعيني ومش بترد عليا؟ انا سامع حضرتك. البنت دي ينفع تخش؟ طب معلش حضرتك، معلش انا اللي هدير الحوار وحضرتك تردي عليا. معلش يعني هنتكلم في كل حضرتك بتقوليه، هتردي على موضوع العفش طبعا. ارد على موضوع انا بس حضرتك. نفسي اعرف من حضرتك، هو دلوقتي عمل لايفات بيقول فيها انه هيطلق وانه هو عايز ياخد بنته وانه مش عايزه تتربى في البيئه دي؟ عادي يا فندم، لو عايز يطلق كان طلق من يوم المشكله. حلو، يعني طلق من يوم المشكله هيصالح؟ طلقش. هيتصالح؟ والله احنا بصي النفوس بتتغير يا كتك يا كتك. هما واخدين بريك يعني قصدك؟ احنا سايبين دوت، احنا سايبين القرار لما الامور تهدى، النفوس تهدى. طب ليه ما ادهمش الاشاعات والروشتات بتاعت البنت؟ حضرتك لما بعتوا لنا على الكلام ده احنا قلنا لهم ابعتوا البنت، عشان ابوها قال انا حق اطمن عليها واكشف عليها بنفسي واطمن اشوف بنت وصلت لحد فين دلوقتي في المرض بتاعها. ماشي. قال لهم يا جماعه دول البنت هكشف عليها واجيب لها الروشتات بتاعتها وابعتها لها. دي فيها مشكله؟ هل دي فيها مشكله؟ لا، هم الناس خايفين من المسؤوليه فراحوا عايزين يدوها له في الاسم. يا فندم اتفضلي يا فندم، حضرتك هو عيب ان العالي يطمن على بنته ويكشف عليها بنفسه؟ ده هم راحوا يدوها له. لا ما يديها له بقى، اختلفنا حضرتك في موقف وقت التكريم دي. وما عرفنا. بصي هو حصل اللي حصل، احنا ما سلمناش. قلت له يا جماعه، قلنا له يا جماعه البنت هنستلمها في جلسه عرفيه، ايا كان التنازل حضرتك في جلسه عرفيه في المركز هو تنازل غير قانوني، لان البنت في حضانه امها وممكن تاخدها منهم بعد ساعه تاني، ده تنازل غير قانوني. لا هو بيثبت حاله بس ان البنت مع ابوها في الوقت ده. البنت بس. لا البنت حضنت امها لسه صغيره لسه. انا فاهمه، بس هو بيثبت حاله زي ما قلنا مفيش، بيخلي مسؤوليته من وجود البنت معاه بس. يا فندم احنا قلنا مفيش مانع، هم مش عايزينها ناخدها، ورحنا واختلفنا قدام المركز وحصل اللي حصل ومشينا تمام. قلت لهم يا جماعه ناخدها في جلسه عرفيه زي ما احنا كنا محددين ان احنا هنقعد جلسه عرفيه. اختلفنا يا فندم وما سلمناش. البنت طبعا ام الولد قالت له انت تاخد فرشك وتطلع من البيت، هي مش عايزه تخش هناك، انا عايزها خدها واطلع بيها بقى. الولد خد فرشه فعلا نقله في مكان ثاني على اساس ان هو لو هيرجع هيجيبها. طب هل هو سرق الفرش قبل ما هو بس دي حاجتها يا فندم؟ هم اشتكوا يا فندم بالقايمه ليله ما كنا رايحين نسلم. ايوه يا فندم، بس دي حاجتها هو ليه يا فندم؟ هو امين عليها يسلمها. طب يقول لها هي فين؟ هتاخدها في المحكمه. طب يقول لها هي فين؟ حاجتها فين؟ يقول لها حاجتها فين؟ هي فين؟ هي سألت، قالت الحاجة فين؟ هي هم سألت. قالوا سرقها. لا هم قالوا سرقها، هم مش سألوا، قالوا الحاجة. طيب أنا دلوقتي لو حد جه قال لي أنت سرقتي حاجة هقول له لا ما سرقتهاش، هي الحاجة موجودة في الحتة الفلانية. يا فندم دي مش سرقة، ما تعتبر سرقة. إيه يا فندم؟ هم اشتكوه بتبديد، هو الراجل ما بددش. الحاجة موجودة وقت ما تطلب لما يصدر لها حكم في المحكمة هتاخد فرشة من أول جلسة. وليه لازم حكم محكمة؟ ما يعني افرضوا رجعوا، افرضوا رجعوا لبعض. ايوه هنقول نرجعوا لبعض؟ احنا ما بنقولش بنرجعوا لبعض. حضرتك بس مش فهماني، رجعوا او ما رجعوش دلوقتي هو خد حاجتي، ما يقول لي هي فين؟ حضرتك رجعوا لبعض، احنا عارفين هم هيرجعوا لبعض ولا حتى لو رجعوا او ما رجعوش ده ايه علاقته بان الحاجه بتاعتها تعرف هي فين؟ لا هم سالوا الحاجه فين يا فندم؟ ايوه هم عملوا محضر بس. ايوه سالوا الحاجه فين وترد عليهم ان مش هنقول لكم. لا ما فيش، لان هم بيقولوا هم مخبيينها مش لاقيينها. مخبيينها؟ مخبيينها فين يا فندم؟ يعني حضرتك ممكن تقول لنا الحاجه فين؟ هو انا ما اعرفش الحاجه فين، تصدقي بالله انا ما اعرفش الحاجه فين. طيب. انا ما اعرفش فين. طيب. الراجل هو اللي نقل فرشه، انا ما اعرفش فين. طيب انا محاميه، نقل حاجه مش بتاعته. قائمه ماسكه شكوى تبديد منقولات زوجيه في الجلسه بامر الله حصل. هم اختاروا سكه الشكيه بالمنقولات يا فندم، احنا ما اخترناش، هم اللي اختاروا. هو اللي خد الحاجه بالليل راح جابها، راح بيها جابها ومشي. استنوا القعده العرفيه يا استاذه نهاد، هم استنوا القعده العرفيه لما نشوف هتسلمهم فرشه بنتهم ولا بنتهم هتستلم. راحوا اشتكوا بالمنقولات. اشتكيتوا ليه طيب؟ امال حضرتك عايزه ياخد حاجتها وما تشتكيوش؟ هي مش حاجتها يا فندم. لا يا فندم ما كانش خد حاجتها، هم اشتكوا قبل ما يشيلها.
اشتكوا بالمنقولات. ازاي يا فندم؟ هم اشتكوا اصلا بالفيديو اللي انا ذاعته دلوقتي. لا 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 يا فندم حضرتك، يوم ما كنتوا بتسلموا البنت، يوم ما كنتوا بتسلموا البنت يا فندم كان قدم الشكوى، هم شالوا الفرد. يبقى اكيد كان عندهم معلومه ان هو هياخد الحاجه. بعد يومينها بيومين يا فندم شال فرش وداه شقه ثانيه علشان والدته قالت له ما تقعدش في البيت، عايزها خدها واطلع بيها بره. يعني هو مش قاعد مع والدته دلوقتي؟ لا يا فندم، هو خلاص هو مش ومشي من البيت، هي قالت له هتاخد، عايز بيجي يشوف والدته طبيعي، اما عايز هترجع لمراتها تطلع بيها بره، مش هتنفع تخش البيت ثاني، ده سكن بره. هيصالحها بقى لو كان عايز يطلق كان طلق. طب حضرتك ما بيبعتش مصاريف البنت ليه طيب؟ يجيبوا البنت يا فندم، احنا مستعدين نستلمها عادي. هو يعني يعمل لي يعني انا اروح اسلم عادي في المركز بايدي وارجع؟ يعني اشتكوا بالقايمه ليه يومها يا فندم؟ احنا رايحين نسلم البنت، بيشتكوا بقايمه المنقولات ليه؟ عشان هو خد الحاجه بتاعتها. لا خد الحاجه بتاعتها. ما كانش خد، لا ما كانش خد. اي كان عندهم معلومه انه هياخدها وخدها فعلا. لا لا سيبيكي من معلومات وخلافه ده يا استاذ. ما حصل يا فندم. ما حصل. يا استاذه ريهام ما حصلش، الفرش ما طلعش من البيت الا هم اشتكوا بقايمه المنقولات. يا فندم بس بعديها بيوم قالت له انا مش عايزه حد يجي لي هنا، خد فرشه. حلوه قوي. انا حد اشتكاني. لا بقى ادفع بيها بره. حلو، حد اشتكاني ان انا اخدت حاجه وانا ما خدتهاش، هروح اقول انا ما خدتهاش، اروح تاني يوم اخدها؟ يا فندم هو امين عليها، يا فندم هو امين، هو امين عليها. مش ما يا فندم لما اشتكوا بتبديل يا فندم، هم اشتكوا بتبديل. يا فندم حضرتك محاميه محترمه وعارفه ان ده كلام مش صح. يعني ايه امين عليها؟ هو محضر تبديل بالمنقولات. ما هو خد حاجتها. يوم الجلسه هنديهم منقولات، هم اللي اختاروا السكه دي، احنا ما كناش مختارين السكه دي، احنا كنا مختارين القعده الورقيه ونخلص ودي، هترجع هيرجع لمراته هتاخد حاجتها، كنا مختارين السكه دي، هم اللي سبقوا واختاروا السكه بتاعتها. يا فندم هم اللي سبقوا ايه بس؟ هم اللي سبقوا ايه؟ هو مش في محاضر معموله للبنت؟ محاضر ايه؟ مش في محاضر؟ احنا للاسف احنا ما عملناش ولا محضر للبنت، ولا محضر. ولا حاجه. اشتكوا بنفقه زوجيه يا فندم، اشتكوا بنفقه زوجيه ثاني يوم، ثاني يوم في المنقولات. اشتكوا بنفقه زوجيه. حضرتك ما وعمالين يشتغلوا بسم الله ما شاء الله، شغالين ما شاء الله، شغالين، ما اصطلحوش على القضايا اللي احنا كنا ملتزمين من اول يوم، يوم ما اصطلحنا. لا انا عايزه اسال سؤال، عايزه اسال سؤال حضرتك، حضرتك بتقولي احنا ما عملناش ولا محضر ضد البنت. ثانيه واحده حضرتك، ايه ما عملناش ولا محضر؟ هي البنت مش كانت محبوسه؟ طلعناها يا فندم. انا لما هي بالظبط لما هي اتحبست 4 ايام يبقى ازاي ما اتعملش محضر ضد البنت؟ هو مش الزوج اصلا اللي رفع الفيديو ده على السوشيال ميديا؟ هو الوحيده دي اللي صالحنا فيها، ما عملناش حاجه. هو ليه الفيديو؟ هي دي الواقعه، هي دي واقعه هينه. طيب ما دي اتحبست. لا اله الا الله، لا اله الا الله، مش هي اللي عملتها، احنا اللي عملناها. ولا طب ما هو خد الحاجه. احنا قلنا علي اخطا في النشر، بس هي سبقت وضربت. مين؟ صح ولا غلط؟ هي اللي سبقت، هي اللي بدات، هي اللي ادته فرصه انه ينشر او ما ينشرش، دي امه بتتهان. طيب يعني حضرتك دلوقتي بتقولي ان هم حضرتك بتقولي دلوقتي ان هم في انتظار القعده العرفيه عشان يقرروا هيطلعوا. هم فركشوها من طرفهم، احنا ما فركشناش، احنا منتظرين. هم فركشوها، هم ما التزموش باي التزام يا فندم. هم ما فركشوش ولا حاجه، هم قالوا ان طلب فلوس منهم. يا استاذه ريهام احنا اصطلحنا يومها وطلعنا البنت، صح؟ كان المفروض ان هم ثاني يوم هيصطلحوا في المحضرين اللي عاملينهم، محضر النشر ومحضر الضرب. يعني هو طلع مراته من الحبس عشان يتنازلوا عن المحاضر التاني. يا فندم لازم تسمعيني. اتفضلي. بقول لك يعني هم حضرتك بتقولي احنا طلعناها واتصالحنا وكان المفروض تاني يوم يتنازلوا عن المحاضر، يعني كان الصلح قدام ان هم يتنازلوا عن المحاضر؟ احنا كنا متفقين عشان نقعد جلسه عرفيه على نظافه، يبقى ما فيش حد شاكي حد. ده اصطلح وده اصطلح، ما نقعد كده نضاف، ما فيش مشاكل بيننا وبين بعض. ده المفروض في العادات العرفيه ان احنا بنتنازل، الطرفين بيتنازلوا لبعض. بيتنازلوا مش لما تاخد حقوقها الاول؟ يا فندم ما هي الجلسه العرفيه اللي كانت هتديها حقها. ما هو العرف اللي كان هيديها حقها. طب وفريدي ان هو ما مشيش على القعده العرفيه. يا فندم احنا ما خليناش، هم اللي خلوا، احنا ما خلينا. لا افرضي ان هو ما مشيش على القعده العرفيه، يعني القعده العرفيه قالت حاجه وهم ما مشيش عليها. ينسحبوا منها ويكملوا في سكتهم في المحاكم. خلاص ما هم هيبقوا اتنازلوا على المحاضر. ها؟ ما هو هيبقوا اتنازلوا على المحاضر خلاص. طب ما احنا اتنازلنا احنا كمان. لا حضرتك في دلوقتي بنت صغيره وست هتتطلق وفي نفقه. استاذ ريهام اشمعنى احنا اتنازلنا ليه؟ يا فندم حضرتك وعامه كده كده هم اتنازلوا ما اتنازلوش، احنا كنا هنتنازل اصلا عشان نطلع. يا فندم حضرتك تتنازلي وبعد كده هي هتتطلق وهتاخد عقابها، لكن دلوقتي هي لما تتنازل عن المحاضر فين حقوقها؟ انا ما قلتش هتتطلق. لا لو كان عايز علي انا مش بقول هتتطلق. المشكله بقول لو هو زعلان على ما طلقش، يمكن ده على مراته وبنته، حد عارف؟ هو احنا نعرف اللي نيته ايه؟ ما طلقش ليه يا فندم من يوم المشكله؟
بالرغم من الاهانات اللي جات له ان انت مش راجل وانها تتطلع اللي اتقال وكل الكلام اللي اتقال ان هو طلب منهم 150,000 جنيه. لا يا فندم كل الكلام ده كل ده كلام فاضي كل ده ما حصلش. طيب احنا كل ده ما حصلش. احنا يعني يا فندم احنا 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 طب دي مكالمه ايجابيه جدا ان حضرتك بتقولي لي ان علي بيفكر وان شاء الله يبقى بيفكر انه يردها او يعني ان هو ما يطلقهاش. ليه لا عشان بنته ليه لا هي كل البيوت يا استاذه ريهام عايشه فرحه كل البيوت عايشه فرحه ولا الناس كتير بيضحوا عشان ولادهم ها بس في رحمه في التعامل برضو هو رحمه وش عرفت حضرتك ان مفيش رحمه من الطرف انت حضرتك ما عاشرتيش الطرفين عشان تعرفي مين الظالم والله يا انا ما منعتش حد انه يتكلم خالص انا وانت بنسمع انا وانت بنسمع وبنشوف لا انا مش انا ما اعرفش مين الظالم لا انا مش بسمع انا بس انا ما اعرفش مين لا انا مش بسمع انا شفت فعلا حد مريض مش بسمع يا لا ما اعرفش انها مريضه والله يا استاذ ريهام انا ولما ابوها وامها عارفين ان هي مريضه وكانت بتموت ما عرفوش غير قبلها بيوم ثانيه يا استاذ ريهام لما ابوها وامها عارفين ان هي كانت مريضه قبل منها بليله بعتلها تموت حماتها ولا ايه ما كانوا خلوها يعني ايه بعتلها يعني ياخدوها من بيت جوزها يعني لا معلش ما جوزها مش موجود كانوا خلوها عندهم لحد ما تخف ما جوزها مش موجود وحماتها افرضي افرضي مامتها ما كانتش موجوده وهي كانت مسكت حماتها لوحدها كانت موتتها بقى صح يا استاذ ريهام الاخطاء متبادله يا فندم يا فندم حضرتك بتتكلمي عن ثقافه وعن بيئه انت فاهماها اكتر مني في واحد هيشوف بنته بتحاول متضايقه ولا بتحاول تخنق اخواتها هيروح يقول لجوزها مش هوديها مش هرجعها بيت ابوها مش هرجعها بيتها النهارده عشان كذا مسافر يا مش موجود في البيت يا فندم ايوه هيكلمه في التليفون يقول له انت مسافر انا خدت مراتك من البيت عند حماتك وهقعدها عندي عشان حاولت تخنق بنتي تعبانه بقى وشايف ان حالتها خطر ما بعتهاش عند حد حضرتك عارفه ان ده مش هيحصل ان ده مش وارد يا فندم الاخطاء متبادله يا فندم طبعا الاخطاء متبادله بس هو بقى الغلط دلوقتي الاستمرار في الخطا انا بقول لحضرتك انا بيني وبينهم بيتين ما اعرفش مين الظالم ومين المظلوم بقول لحضرتك طبعا الاخطاء متبادله ولازم بس لازم ما نظلمش البنت الصغيره بس لا بنت الصغيره هم قال لهم هاتوها هعالجها واطمن عليها بنفسي انا هطمن على بنتي بنفسي وهبعتها لكم واكشف عليها واجيب لها العلاج ما بعتوهاش ليه حضرتك هم عايزين يعملوا جو ان علي ممتاز ايه اللي يثبت انهم بعتوها يا فندم ايه اللي هيثبت انهم بعتوها يعني لو بنت راحت لهم وتوفت يا استاذه الناس اللي ماشيه في القعده العرفيه الكابتن اسامه مرسي يا استاذ تحيه الكبار هم اللي كانوا وفت استاذه تحيه لو البنت دلوقتي راحت لابوها وحصل لها حاجه لا قدر الله وقالوا اصل ابوها ست... يا استاذه ده ابوها ايوه واصل وقالوا اصل مراتي هي اللي جابتها لي متوفيه مثلا فين المسؤوليه اللي عليهم لا 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 كل دي توقعات للاسف الولد ملهوف على دين طب ما راح ربنا بصي يا استاذه ملهوف بصي يا استاذه طب ما راحش استلمها منهم ليه يا فندم ربنا اللي يعلم باللي في قلوب البشر طيب ولد متلهف ما راحش استلمها ليه والولد حزين على اللي حاصل ده ما راحش استلمها ليه يا فندم ايه ذنبه ايه ذنبه في اللي حصل ده كله ما استلمهاش ليه يا استاذه تحيه ما استلمهاش ليه؟ ما هو ملهوف عليها. خش المركز ازاي يا استاذه واحنا معمول ضدنا شكوى مكتوب شكوى بالمنقولات الزوجيه، يعني انا اخد علي اسلمه في المركز واطلع من غيره؟ هي هيتقبض عليه قصدك يعني؟ ايوه هيتقبض عليه. وهما لو عايزين يقبضوا عليه دلوقتي مش هيعرفوا يقبضوا عليه يعني؟ يا استاذه ريهام هو مروحه المركز اللي هيتقبض عليه؟ البنت 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 ندى مضت على شكوى المنقولات الزوجيه في القهوه، يعني ما شكوى المنقولات الزوجيه كانت مكتوبه ومبيته النيه ان هما علي هيخش المركز مش هيطلع بيه. هيبات وانا كمحاميه حقي ادافع عن موكلي واشوف الصالح لموكلي صح طيب يعني غلط. يعني هو ياخد وكيل اسلمه في المركز انت قصدك ان هما يستلموا البنت بعيد عن الاسم انا قلت له انا قلت انت يا جماعه جايين تستلموا تسلمونا البنت جايبين قائمه المنقولات لي انا كمحاميه حقي واحساسي الداخلي ان انا احافظ على موكلي ايوه طبعا حقك طبعا عليه ان انا حافظ عليه طبعا حقك ما دخلوش المركز ما دخلوش المركز يا فندم عشان اسيبه هناك واطلع من غيره بس هما لو عايزين يقبضوا عليه هيقبضوا عليه من غير ما يروح يا استاذ تحيه يا فندم ما الشكوى ساعه ما تتقدم في المركز قدام الشرطه هيتقبض عليها ما هما يعني لو حققوا معاه وقال اصل انا خدت الحاجه بيت زوجيه تاني خلاص هيقبضوا عليه ليه؟ لا يا فندم خدت مين يا فندم؟ مين خدت ايه؟ خدت ايه يا فندم؟ حضرتك بتقولي خد الحاجه وداها شقه تانيه يا استاذ ريهام ده شغلي بقى وانا قادره بيه احافظ على موكلي بطريقتي انا قلت لهم يا جماعه تسلمونا البنت هنستلمها في الجلسه العرفيه عادي ما فيهاش اي مشكله ايه المشكله في كده لا ما فيش مشكله ايه المشكله في كده يا فندم لا ما فيش كان الوضع احنا هنستلم البنت وخلاص في ليه مركز الشرطه طب ممكن لغايه ما يستلم البنت يبعت لها بس مصاريفها يا فندم ابعت لها ناس النهارده ياخدوها يا فندم وابعت لها ناس وعالي يمضي ان هو استلم بنت ايه المشكله يا فندم اقول لحضرتك احنا مستعدين نبعت لها مصاريف يا ريت
الولد بقول انا هصرف على بنتي من جنيه المليون، دي بنتي انا ما شفتهاش. طب يا ريت هو شالها واحده مره واحده بس. طب قولي له يا ريت عشان احنا لغايه دلوقتي احنا متكفلين بعلاج البنت. متكفلين احنا 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 كبرنامج، احنا كبرنامج تكفلنا بعلاج البنت، فيا ريت هو فعلا يصرف عليها. لا اتفضلي بتقولي حضرتك؟ بقول لحضرتك احنا لغايه دلوقتي احنا اللي متكفلين بعلاج البنت. لا يا فندم ليه، هو ابوها مش موجود على وش الدنيا. بالظبط ابوها عايش يا فندم، فمن فضلك خليه هو يتكفل ببنته. يتكفل يتكفل وبمراته طالما على ذمته لحد النهارده، ملزم غصب عنه يصرف على. يعني حضرتك هيبعت لهم مبلغ؟ نبعت لهم يا فندم مفيش مشكله. خلاص مفيش مشكله بس الامور تهدى يا فندم. احنا قلنا ممنوع تصوير وممنوع ظهور على. ملوش علاقه بالامور تهدى يا فندم. هم يا فندم ظهروا ثاني يوم مع حضرتك ليه؟ ليه؟ احنا قلنا وهم ظهروا 20,000 مره مع حد قبليها يا فندم، واتكلموا كلام ما يصحش خالص. بعد الصلح يا فندم على الاقل ما غلطناش في حد. مفيش ظهور اعلامي الا ما انخطط. احنا طلعنا قلنا ان نداء مريضه لكن ما غلطناش في حد. ظهرت كتمت على ليه يا فندم؟ مريضه ايه بس؟ مريضه تقول على حماتي يا فندم. احنا بنهدي النفوس مش بنشعلبها. احنا بنهدي. هي مريضه دي تشعلل النفوس ولا تهديها؟ لما تطلع على التليفون. هي مريضه دي تشعلل النفوس ولا تهديها؟ كده بقى وبعدين احنا بنهدي. لا يعني لو حماتها اتضربت وعرفت انها مريضه هتديها عذر ولا لا؟ لا اله الا الله، ربنا اللي بيعذر بقى. لا قصدي اقول احنا بشر يا فندم. قصدي اقول ان احنا لقائنا يهدي مش 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 يعني يا فندم. لما تطلع تقول انا مريضه ما تشتمش على حماتي. مش تمام. ما تقولش حماتي ما كانتش بتديني فلوس وكانت بتديني كام. خلاص احنا طلعنا بقى تقول انا اسفه يا حماتي سامحيني. انا غلطت مسامحني. وهي على فكره لغايه دلوقتي مستعده انها تتاسف لحماتها. كانت الامور هديت يا استاذه ريهام مش تقول لا 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 ده قدامي حضرتك، ده قدامي اتصلوا بيهم وقالوا لهم تيجي تبوس على راسها يا استاذه ريهام مش عيب. وهما رفضوا. لا مين قال كده؟ خلاص كنا هنعمل ده بكره. بكره يروحوا يبوسوا على راس الست والبنت ترجع بيتها. انما هم اللي عملوا كده في نفسهم يا ما بقول لحضرتك اهو انا بتكلم بالنيابه عنهم. بكره حياتك يروح تبوس على راس حماتها وترجع بيتها. لا يا فندم فين؟ لما ضربتها على الملأ كده من غير ولا قعدات عرفيه ولا اي حاجه خالص. ازاي بقى؟ ايه ليه قعدات عرفيه؟ انتوا هتدخلوا فلوس؟ ازاي؟ ازاي حضرتك في فلوس في الموضوع؟ كده يعني؟ ودي كده محبه كده يعني ولا ايه؟ هو ربنا قال موده ورحمه وخلقنا من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه، ده كلام ربنا مش كلامي. انا هبلغهم القرار. فهو مش هو الرحمه. اما بخصوص يا استاذه ريهام بخصوص نفقه البنت وامها واجب على علي، وانا من الصبح اروح خلص. اعمل ياخدوها ازاي؟ ياخدوا ناس اشتكوا. ده اشتكوا يا فندم بنفقه حاجتها حاجتها تاخد. اشتكوا يا فندم ما لازم يشتكوا. احنا كنا بنبعت لهم فلوس والاشعه يا فندم. بصي هنقول حضرتك ما بعتيش، انا وديتهم لدكتور تاني خالص. حضرتك ما بعتوش الاشعه ولا احنا رافضين الظهور ليه؟ احنا رافضين الظهور ليه؟ احنا رافضين الظهور. رافضين الظهور ايه حضرتك؟ لسه علي عامل مداخله في برنامج من ربع ساعه يا فندم. انا سمعت حضرتك كنت بتقولي في اول ما طلعتي بخصوص موضوع علي، قلت ان علي ما عندوش حاجه يرد بيها. لا احنا بنحافظ على بنحافظ على مكانتنا. حضرتك حضرتك ما عندوش رد لينا احنا، لكن هو لسه طالع في برنامج من نص ساعه بالظبط. ازاي ما عندوش رد؟ ازاي ما عندوش يا فندم؟ ازاي ما عندوش رد؟ حضرتك بتقولي منع الظهور الاعلامي ده من نص ساعه كان على الهوا حضرتك. ما رضيتش من نص ساعة بالظبط كان على الهوا. انا بشكرك جدا جدا استاذ تحية. طبعا من حقك على فكرة، اكتر كلمة قالتها صح قالت الخطأ متبادل. هي دي الكلمة الصح، الخطأ متبادل، ولكن الاستمرار في الخطأ هو اللي غلط. انا دلوقتي اتخانقت مع جوزي او جوزي اتخانق معايا، ليه بقى محاكم ويعني اللي بيحصل في محكمة الاسرة ده والله انا ما بفهمه. يا بص قالت لي ايه؟ قالت لي لا ان شاء الله بقى يبقى يستلم بنته في القعده العرفيه ان شاء الله بقى. ليه؟ ليه؟ ما خلاص لو في يعني نيه للتصالح البنت تروح تبوس على راس حماتها وايديها ورجليها وكل حاجه، والراجل ياخد مراته ويروحه وخلاص. او عايزين تاخدوا هدنه وتفكروا انتوا الاثنين والامور تهدى، ابعت لها مصاريفها وقول لها انت في الاخر لسه على ذمتي ودي بنتي وادي مصاريفكم لغايه ما اشوف انا هعمل ايه. ده كلام يزعل؟ كلام ما يزعلش. مراتك زعلان منها طلقها، او مش قابل اللي حصل لمامتك، مش عايز تطلقها وباقي على مراتك، ويا رب باذن الله باذن الله باذن الله تكون دي النيه، ابعت لها مصاريفها وحافظ على بنتك لغاية ما تقرر انت هتعمل ايه. بس نروح الفاصل ونرجع.
ما حسن لو حد شافك معانا يقولك ايه ده، ما عندهمش حد غيرك بيخس. لا، هو ما عندهم حد غيرك بيخس، بس انت بطل زياده عن اللزوم. يعني انت خسيت كام كيلو دلوقتي؟ انا كنت 200 كيلو يا استاذ. وطلعت معاكي قبل كده قلت لك انا 140 كيلو. انا النهارده نازل 15 كيلو. يعني هو كان 200 كيلو وبعدين جه هنا كان 140، صح؟ تمام. كنت نازل 60 كيلو. تمام. اللي هي لما خبيناه ورا الستاره وطلعنا وبتاع. من يوم الستاره ده لغايه النهارده خسيت كام كيلو؟ 15. انا داخل تحدي قدام نفسي. بطل. يعني بقيت ايه 125؟ وبقالي شهر مبطل العلاج. بقالي شهر مبطل العلاج وجسمي ما زالش. يعني خسيت 75 كيلو؟ 75 كيلو. ولسه عايز تخس؟ مكمل. عايز توصل لامتى؟ 100 90. يعني لسه قدامك 35 كيلو. وهجيلك هنا تاني ان شاء الله. انا بشرف ان انا قاعد قدام حضرتك. ربنا يخليك بس. والله ده الشرف لي. انا عايزه بس اعرف يعني كتير 75 كيلو؟ يعني ده بني ادم مليان. تمام. فاهم يعني؟ تمام. لو قالك ده 75 كيلو كنت شايل 75 كيلو على كتافك وقلبك ومفاصلك وركبك راحوا، اكيد بقيت انسان اخر، صح؟ كتير. كتير. بمشي بروح باجي بتحرك. طب اللي ما صدقنيش قبل كده ام حسن خسس 75 كيلو ومعايا اثبات. ايه الاثبات؟ ده بجد جايبه معايا. ادي قميص ال 200 كيلو ده. ما بت وريني ده. ما بت مش بتوديه اي حته ده، صح؟ شوفي الفرق من اللي معاكي للي قاعد قدامك. يعني يا ربي ده هو القميص تقيل اصلا. يعني هو من كتر القماش القميص نفسه من غير جسم تقيل. والله العظيم 3 متر الا ربع. والله العظيم هم يضحك وهم يبكي وحياه ربنا. يعني عايز اقول لك حاجه، لو انت كنت فضلت كده فعلا فعلا الواحد كنت تبقى صعبه. يعني حرام. بص قد ايه كتير. انا القميص اللي انا لابسه ده مفصله في العيد الصغير وكسمته في العيد الكبير. طب ضيقته يعني؟ الترزي بيقول لي ايه؟ قلت له واسع علي. اعمل ايه؟ طب انا عايزه اعرف انت ليه لسه بتفصل؟ اكيد في مقاسك في المحلات. يعني مش عايز البس جاهز دلوقتي. يعني ما برتاحش في الجاهز ده يا استاذ ريهام. ليه؟ بتحب موديل معين يعمل لك جسم معين؟ طول معين عشان تطويل؟ لا. انا عايز كذا. يعني في قميص الصوره مع حضرتك مع الاستاذ الدكتوره صفاء. قلت له انا عايز فيه كذا كذا كذا. عامل لي الياقه من هنا شغل والياقه من هنا شغل وتجيب شغل نصكم. بتحب يعني ترسم موديل؟ بس اكيد مستني اليوم اللي تخش فيه برضو تنقي زي ما انت عايز في الجاهز. موجود. في صورة عندكم ابعتها لكم. انا لابس تيشيرت بنص كم، ما كنتش هعرف البس تيشيرت. يعني انت لابس تيشيرت دلوقتي؟ الصورة عندكم على اديداس. يا جماعة على فكرة، فكرة ان احنا بنقول لابس تيشيرت دي، في ناس فعلا بيبقى حلمها انها تلبس تيشيرت. مش عارف. كنت انت كنت احب البس البنطلون، اشوف بنطلون جينز اقول طب انا هيجي عليا وقت البس ده؟ التيشيرتات كنت اخش المحل اقول مفيش مقاسات خاصة، روح في المحل الفلاني بمقاسات خاصه. دلوقتي بخش المحل اقول انا عايز ده يقول لي حاضر. فرق كتير. انا بلبس القميص ده عايز واحد تاني معايا جوه. دي حقيقه.
يعني انا الناس بتقابلني في الشارع اول امبارح واحد وقفني بيقول لي انت بقيت من المشاهير. بقول له ازاي؟ بجد؟ قال لي انت طالع مع الاستاذه ريهام. قلت له يا جدع مش انا ده، ده واحد شبهي. بجد والله؟ قال لي والله العظيم بأمارة ما انت بأمارة ما انت قلت لها الشوكولاته ومش الشوكولاته. قلت له مش انا. انا جايبه لك تورتايه ادوقها ولا لا؟ مش في فري النهارده؟ ريجيم؟ هخرج بره. انت بتحب اصلا الشوكولاته ولا الكريمه؟ هتاكل؟ انا هاكل عشان انا مش شرف ان انا قاعد قدام حضرتك. بتحب كريمه ولا شوكولاته؟ انا هاخد حته صغيره بس. ماشي، بس بتحب ايه يعني، كريمه ولا شوكولاته؟ يعني اي حاجه اللي يجي شكولات. اللي يجي اللي يجي من حضرتك يبقى كويس. شوكولاته صح؟ هنستأذنها دلوقتي فاطمه. يا دكتور صافي تعالى، حالتك على الهوا دلوقتي. هو بقول له خد شوكه بتاع، بيقول لي لا خايف منك. لا انت طالعه معانا. طيب هو بيقول له لف. بيقول له لف. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا عم حسن بتاكل؟ لا يا عم حسن ما ينفعش. الله بصي بصي مش راضي. طب انت بتحب الكريم ولا الشوكولاته؟ استني انت مش هيسمعوكي كده، معكيش مايك. استني خدي كلميه قولي له. انا بسالك اهو، اقول لك اهو، بتحب الكريمه ولا الشوكولاته ولا اي حاجه؟ مش عايز. مش عايز؟ لا يعني مش هتقول انا عايز يوم فري؟ لا افتكر ان هو جاي لك هنا مجانا. لا مش عايز. لا انا بقول له ياكل عادي اهو قدام الناس كلها. كل يا عم حسن في ايه باكل وانا بقول يعني انتوا مخليني باكل كل حاجه. لا ماشي طيب تاني كل تاني. هو ملوش في الحلويات اصلا؟ لا هو بياكل حلويات. باكل حلويات بس يعني شوكولاته اكتر. لا مش هو بياكل مش. حلويات عادي جدا بصراحه، وبيحب يكسر دايما. احنا عندنا ان احنا دايما لما نثبت في الوزن بناكل حاجه. طيب عشان ارجع احرق تاني. لا انت الدكتور صافي معانا. حاضر يا استاذ. بس انت ماشي. لا لا هو لما يخلص خد يا عم حسن عشان يبقى كل معايا عيش وملح. ايوه انا الشرف ان انا قاعد قدام حضرتك دي كفايه. ربنا يخليك. وحد يطول يقعد مع الاستاذه ريهام سعيد وياكل كيك. ماما لا يفتح يخص وانا هتخن. انت يجي لك تورتايه ده حلوه عجبك؟ جميله بجد؟ هي كفايه ان قدام حضرتك. يمكن انت اكلت شوكولاته؟ لا هي كفايه ان قدام انت ما اكلتش لسه. لا اكلت يا استاذه والله. اكلت ايه شوكولاته؟ لو دوق شوكولاته مانجا كريم. اكلت كريم؟ ما هي مش حلوه الكريم. هي كفايه ان قدام حضرتك بس. حلوه ولا وحشه؟ طب انا هدوق. جميله والله. دي بالبندق. لا شوكولاته تحفه. طب دوقت شوكولاته؟ حط ربنا. لا انا كده تمام. لا لا دوق كده تمام. لا دوق دوق لازم جامده. حاضر. لا 15 كيلو لازم تتل داون على التورتايه. لا حلوه. كريمه باظت غالبا. الشوكولاته ماشي. انا ممكن اجيب لك بنتي من بره تقول لك رايها ايه. عايزه كده؟ من عشاق التورت. طب اندهله. من عشاق التورت. ساندي. بنتك عندها كام سنه؟ 3 سنين ولا شهر. بتحب التورته؟ هتشوفيها دلوقتي هتخش اهو. طب احطها على رجلك بقى واكل. تعالى يا استاذه. في تورته. ايه رايك؟ شفتي المفاجاه دي؟ مين دي؟ الاستاذه ريهام. خلاصي خلاص. هتاكلي شوكولاته ولا كريمه؟ استنى هي تختار. شيل ايدك من بقك. خد يا ماما. حلوه؟ هي بتسالك ايه رايك؟ حلوه ولا ايه رايك؟ انت بتشوف الاستاذ ريهام في التلفزيون بتقولي ايه؟ باكلها جوع على فكره. بتقولي مين دي؟ ريهام. الاستاذه ريهام. شفتي بابا في التلفزيون؟ شفتي بقى رفيع ازاي؟ بابا بيجري وبيلعب مع مين؟ كورة. بيلعب كورة؟ كنا الأول بنلعب كورة يا بابا؟ ما تفتكرش بقى، دي كلها عندها كام سنة. يعني بابا بقى بيلعب كورة، وبابا التورتاية محطوطة قدامه مش عايز يمد إيده، وبابا بقى بيجري مع ساندي، والقميص القميص بتاعه دي بقت خيمة مش قميص. شو قد ايه؟ والنبي ايه الاكل اللي طعمه يساوي ان انا ابقى عامل كده؟ ايه؟ نعلك ملوك. عايز ايه؟ عايزه ايه؟
بترن عليا ما بردش لي عشان نقعد مع الاستاذ ريه. طب يلا نحط لك حته تورته بقى، هتبهدل نفسها. طب اي حد دلوقتي ننصحه ان هو يكلم الفريق الطبي؟ الناس كلها تقول لك لا انا 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 200 كيلو، انا 180 كيلو، مهما خسسوني هيخسسوني قد ايه؟ 5 10 15؟ لا هيخسسوه. طيب انت لما سبت الفريق الطبي ومشيت رجعت كام كيلو من اللي خسرتهم؟ مرجعش. بصراحه ما رجعتش خالص ولا جرام ولا جرام ولا جرام. بجد تقول والله؟ والله 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 وحيد بنتي ولا جرام. قال وحيد بنتي، يعني واحد كان 200 كيلو خس ل 140 كيلو وبعدين جالي هنا قلنا له برافو عليك، راح خس فضل فتره بقى ما بيعملش رجيم معاهم، وبعدين خس 15 كيلو وبيحلف ان هو في الفتره اللي بطل فيها دي ما تخنش ولا جرام من ال 40 كيلو اللي نزلهم، ودلوقتي هو خاسس 75 كيلو. ده انا بنزل ولسه عايز يخس مقاسات 35 كيلو وبنزل مقاسات. برافو عليك والله، بطل يعني. وانت وعدتيني وقلت لي اعمل لك احتفال ساعه ما تجيني وده تورته ايه؟ اه لا هعمل لك، هديك جايزه احلى من كده ان شاء الله. فنمام. انا داخل تحدي قدام نفسي. ايش هي كده؟ والله العظيم والدقم في الطرحة وبتاع. والله العظيم ايه الحلاوة دي؟ لا والله ده حلاوة حضرتك. خسيتي قد ايه بقى؟ انا كنت 110 وبعدين؟ الحمد لله بقيت 70 40 كيلو. كنت لسه هقولك ان شكلك مش 110 يعني ما تجيبيش ال 110 خالص. لا والله يا استاذة، ما انت اما تشوفي بقى العبايات والصور. انت جايبة العبايات معاكي؟ هاتي حاجة تانية خالص. هاتي اشوف. اتفضلي. تعالي انا هقف. دي عبايتك وانت 110؟ دي اللي انا كنت بخرج بيها. اللي كنت بتاعة الخروج بقى دي، اوعى وشك صح؟ وفي اكتر، في اوسع كمان. استنى بجد. شوفي يا استاذه صدمه. منظر وحش قوي. طب تعالي اقفي جنبي. اوش ايه رأي حضرتك؟ مش هبين. مش هبين بني ادم تاني. مش هبين بني ادم تاني. بصوا طالع عنها ازاي؟ شايفين قد ايه طالع عنها؟ استنى بص. حضرتك هوريكي بقى اللي انا بلبسه دلوقتي كمان غير ده. ممكن اجيب بتاعة البيت. بصوا يا جماعة بتاعة البيت. بصوا بصوا دي، بصوا دي، وبصوا دي. هما ما بحبش ابص لهم. والله يا استاذة ما بحبهم. لا ما بحبهم ولا انا صراحة. ولا انا. شوفي حضرتك دي كمان يا ولد. دي بتاعت البيت. دي بتاعت البيت بقى. اول مره في حياتي البس بيجامات في الشتاء والله. دي كانت بتخش بالعافيه يا استاذه ريهام. بص يا جماعه قد ايه. والله كانت بتخش بالعافيه، حاجه فظيعه. بعتلك عشان نشوف لو حضرتك عايزاني برضو. ده بقى اللي بلبسه دلوقتي. حد يصدق الحجم ده هو اللي بلبسه؟ ايه ده؟ بصوا ده لبسها دلوقتي. تعالي انت بقى البسي. امسكي ده جنبي كده. امسكي انت جنبي ده. انت اسمك ايه؟ ناديه. بصوا ناديه دلوقتي وناديه قبل. ايه رايك يا ده؟ ايه رايك؟ ناديه قبل وناديه بعد. وشها لا سيبيه من غير ما تحطيه على جسمك عشان يشوفوا قليل ازاي. كده ناديه قبل وناديه بعد يا جماعه. ربنا يبارك لهم والله بصراحه. بصوا ازاي كده حاجه تانية. لا انا نفسي مش مصدقه.
والله العظيم ربنا يبارك لهم فعلا. والله يا استاذه انا ما مصدقه ويبارك لحضرتك على فكره. ربنا يخليك. انت اتفرجتي عليا انا من جمهورك، انا من ايام المحور يا استاذه بجد. والله العظيم. يعني انت اتفرجتي على الفريق الطبي عندي انا؟ انا بعشقك. ايوه انا ما طمنتش الا لما حضرتك اتكلمت عني. عشان كده بقول لكم انا بصدق ليه، ان كل اللي يجي يقول لي انا من جمهورك، مش مثلا هم جايبين لي حالات من حته تانية. لا 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 والله من بس حال إيه من بس ايه يعني ايه رأي حضرتك انت اهم حاجه الاول. والله العظيم انا رصاهم في ضرفه في الدولاب كده، انا ما بطقش ابص لهم. يعني ساما بعوز حاجه من الدولاب اخدها كده من اللبس اللي انا اشتريت كله جديد، باخدها واروح قافله الدولاب، مش عايزه ابص لهم. لا والله. والصور بتاعتي وانا مليانه مش عايزه ابص لهم. انا الحمد لله رب العالمين خفيت، انا كنت مريضه والله السمنه مرض. ايوه طبعا والله مرض واكبر مرض حضرتك. انا من حلقاتك وانا بتابعك، فاكره حضرتك ايام ما جبت حلقه واحده تشيليها بونش، انا شفت نفسي في الموقف ده. الله يرحمها. ماتت. لا اله الا الله. منى. سامع حضرتك قلت ما في السرير جاي على لقينا السرير ليها. لا انا بعشقك انت قلبي والله العظيم. الله يخليك. وبشكر الدكتوره خلود بصراحه، هي اللي كانت بتتابع. ربنا يبارك لها بصراحه تعبت معايا جامد. وبشكر الدكتوره صوفي. طب قولي لي انت ال 40 كيلو دول في قد ايه؟ في 3 شهور. لا والله في 3 شهور. والله يا استاذة الحمد لله. يعني اكتر من 10 كيلو في الشهر؟ ايوه خسيت في اول شهر 15. انا مكنتش مصدقة. عارفة حضرتك اللي بينجح في الثانوية العامة ويجيب النتيجة؟ في اول 15 دول والله اتصلت بالدكتورة وزنت نفسي مرتين عشان اصدق. قالت لي ان شاء الله اول اسبوع اول شهر. اول شهر 15. كل شهر 15. الشهر الثاني 10. الشهر الثالث الحمد لله 15. 15 10 15 بقى من 40 كيلو، ولسه باذن الله عايز انزل 10 كمان، نفسي ابقى 60. برافو عليك. والله لا انا بحب انا كارهه المنظر ده، مش عايزاه، انا مش عايزه اشوفه تاني ومش عايزه ابقى كده تاني ابدا. طب وجوزك بيقول لك ايه؟ انا جوزي اصلا بشكره جدا جدا لان هو السبب والله العظيم بصراحه. ساعه ما شفت حضرتك والفريق الطبي بقول له راح خلاني سكت يومين كده وراح جايبه لي هديه. والله. وهو اللي طب كان. قولي لي انت النهارده بتقولي انا 70 كيلو وعايزه ابقى 60 كيلو. انت فتحت نفسك على الحياه صح؟ انا عشت من جديد، انا ما كنتش عايشه. والله ما كنت عايشه. بقول كده يقولي ده كلام انشا. والله يا استاذه رهام ما كنت عايشه. وكذاب اللي يقول هو مليان عايش. لا مش عايش مرض. انا كنت عشان امشي كده شويه من الريسبشن بتاع للمطبخ انهج. انا ما كنتش بقوم كده زي الناس الطبيعيه، لازم اسند على الارض عشان اعرف اقوم بجد. والله العظيم جوز معايا انا كنت اصلا عايزه اشكره قدام الناس كلها. شكريه هو قدامك 30 ساعه ده الجندي المجهول بصراحه. طب انبسط من النتيجه ولا لا؟ قوي قوي. هو كان معايا، هو اللي كان بيقول لي خد اللي عليك. خدتي كذا. طب انت هو رفيع ولا تخين؟ لا رفيع الحمد لله. الحمد لله. طيب قولي لي بقى هو انت فضلتي كام سنه مليانه؟ انا اول 10 سنين كنت متجوزه رفيعه زي ما انا الحمد لله فضلت زي ما انا. ما شاء الله. يجي مثلا حضرتك كده قولي 15 سنه مليانه. يعني أزمة 20 سنة مليانة. يعني أزمة 20 سنة انتهت في 3 شهور. اتحلت في 3 شهور. طب هو ده اللي بقوله لكم يا جماعه. إن والله ما كنت مصدقه ان لما فعلا. حد يبقى بقاله 20 سنه بيعاني من حاجه من مكالمه تليفون واحده، فات 3 شهور بقت بني ادمه ثانيه. انتوا عارفين 3 شهور ده تغمضوا عينكم وتفتحوا. والله ما حسيتش بيهم والله يا استاذه. ايوه طبعا ما حسيتش بيهم. ودلوقتي انا مبطله على فكره بقالي دلوقتي سنه ونص الحمد لله. يعني انت كنت 110 كيلو بقيتي 70 وبقالك سنة ونص مبطلة ما تخنتيش. والله ما تخنت. والله ما تخنت. والله ما تخنت. أنا بخس. طب عايزين يا جماعة أكتر من كده. واحدة كانت 110 كيلو بقت 70 كيلو في 3 شهور وقعدت سنة ونص وما تخنتش.
يعني هي لله. اخر مره اتعاملت معاهم كان من سنه ونص وما تخنتش. عايزين ايه اكتر من كده عشان تكلموا الفريق الطبي؟ مش فاهم والله يا استاذ ريم. اللي ما بيتصلش بالفريق الطبي ده ويعمل زي ما اي انا واي حاله بتيجي قدام حضرتك هو عارفه هو الخسران. إيه؟ انت عارفه هو خسران صحته. القرار اللي هي اللحظه اللي بيكلموا فيها الفريق الطبي دي فعلا. انا بحس انها قرار. ايوه ان انا اتغير او ان انا اعيش او ان انا ابتدي من جديد. هي مكالمه التليفون ده هي القرار بصراحه. وهم بصراحه ربنا بيتولوكي بقى من ساعتها. خلاص انا كانت الدكتوره دايما معايا على التليفون. لو انا ما اتصلتش هي بتتصل بيا. عامله ايه يا ناديه؟ في حاجه تعباكي؟ في اقول لها والله يا دكتوره ما في حاجه الحمد لله. والدكتوره صافي. كلكم يا ناديه بصراحه. ادي الزرقاء الزرقاء اوسع من دي قوي. انت الزرقاء في البيت كنت بتحبي تبقي مرحرحه؟ والله كانت بتبقى ماسكه عليا يا استاذه. ماسكه عليكي؟ ماسكه عليا من كتر الشحم اللي فيها. دي كانت بتبقى ماسكه عليكي؟ والصور حضرتك لما تشوفيها برضو مش هتصدقي. فين الفستان بتاعي؟ اهو هيجي نصها. اتفضلي انت نحط دي على دي. استنى نصها او ربعها كمان. لا نقول نصها. شوفي يا استاذه مش باينه. مش باينه والله. اه والله انا نفسي ما مصدقه. انا بقعد البس الدرسات دي. ناديه دلوقتي ده بقت ناديه. ده بقت ناديه اللي احنا رميناه. اه اللي احنا البني ادم اللي تخلصنا منه اهو. نص البني ادم المريض والله. نص بص. والله يا استاذه المرض. أوه. المرض اللي انا بص تخلصت منه. بص هي بقت كده وكل ده راح. اه بالظبط الحمد لله. كل ده راح. مفيش مستحيل والله. لا 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 مفيش مستحيل ابدا. حضرتك انا كنت مليانه ايام برضه حضرتك ما بتعملي حملات السمنه. بقيت انت تقولي خسوا خسوا. اقول لك والله يا استاذه نفسي اخس بس اعمل ايه؟ اعمل ايه طيب؟ انا مش وجربت حاجات كتير قبل كده بصراحه بس ما جابتش معايا نتيجه ومنتجيه. وده بقى اللي انا بقوله. يعني في ناس كتير في ناس كنت تقول لي ما انا جربت ناس كتير قبل كده. ما انا شفت ناس في التلفزيون وكلمتهم قبل كده. قلت لكم ماليش دعوه. ماليش دعوه باي حد تاني وماليش دعوه. انا بتكلم في اللي انا شايفاه قدامي واللي انا جربته واللي انا ما بقبلش اعلن غير يعني غير معايا. يعني بيجي لنا ناس كتير قوي يقول لك اطلع معاكي فقره اعمل. اقول لها شكرا. لا 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 الحمد لله. احنا لازم نبقى متاكدين جدا جدا من اللي بنقدمه. فريق طبي ممتاز ربنا يبارك لهم. انا والله بدعي لهم كل ثانيه كل ثانيه. وبدل حضرتك انت ما تعرفيش انت عملتي فينا ايه. غيرتي حياتنا والله. ربنا وربنا الاول ثم حضرتك. هو ربنا الاول والاخر الطبي لان ربنا وفقك برضه. ثم جوزي بصراحه اشكره جدا بصراحه ربنا. ولا هو ده بقى اشكره بعد كتير. ربنا لان هو انا بحب قوي الازواج اللي بتخلي مراتاتها احسن. اه والله او وعايزينهم يبقوا احلى. مش واحد يفضل يقول له واحدة انا عاجبني انك تخينه كده. هو انت عايزه تخسي عشان تلبسي ضيق؟ هو انت مش عارفه ايه خليكي كده. انت بتقضي عليها وانت عارف انها مش عاجباك. استاذه يقول له انا خايف عليكي. ايوه كان يبص على رجلي وعلى شكلي يقول لي انا خايف. انا كنت رجلك ورمه بقى. اه كتير ما كنتش بقدر امشي. احنا لو مشينا مشوار انا وهو اقول له لا وقف اي حاجه نركب مش قادره. كانت رجلي اكني نار فيها مش قادره فعلا مش قادره امشي عليها. وكان فعلا كان بيبقى زعلان يقول لي طب اخرتها ايه؟ انت هنقعد كده. وجبت جاب والله جاب ورحت للدكتور ريجيم وتابعت معاه ما عملش اي حاجه. ما فيش زي بصراحه. اهم حاجه في اللي انت قلتيها ان انت بقالك سنه ونص مبطله. ايوه الحمد لله ما رجعتيش. لان في ناس كتير قوي تروح لها تخسس بسرعه جدا وترجعهم في شهر برضو اول ما تبطل. وهي دي النقطه اللي انا بصراحه ربنا كنت قلقانه منها. انا بقيت اقول انا مش هرتاح ولا اطمن ولا فعلا اشكر يعني الناس دي. بعد ما خسيتي في 3 شهور قلقتي بقى. أيوة قلتي انا هرجع تاني. كله كان بيقول لي انت لاحظت بس هي 3 شهور وبعد كده خلاص وهترجع زي ما انت وازيد. ده فعلا بيرجع الواحد ازيد من. قلت لهم ان شاء الله اللي لقيته كده خلاص انا اللي هطلع اقول للناس ما حدش يجي. بقالك سنه ونص سنه ونص وعايزه تبقي 60. اه حلم حياتي يا استاذه. انا استناكي بقى لما تبقي 60 كيلو ان شاء الله. عايز اشوف الفستان بقى بتاع 60 كيلو ان شاء الله. هيبقى اصغر من ده ان شاء الله باذن الله. بشكرك كنت بطله وبحييكي انت وجوزك واحلى حاجه في الدنيا ان الواحد يعيش بجد. ايوه ما يمثلش انه عايش. انت عارفه الاصل هو بيمثل على نفسه.
بيمثل على حد. مثل انت، ما هو فعلا هيمثل على نفسه، بيضحك على نفسه. مين تعبان يا استاذه في كل اللي انا كنت فيه ده الا نفسي؟ مش حد لازم، ولا حد هيحس بيكي غير نفسك، ولا حد هيحس. انا ولما كنت هتكبري وتتعبي ما كانش حد هي. والله العظيم يا استاذ انا ما كنتش بعرف انام، النوم نفسه ما كنتش بعرف انام، تعبانه فعلا. انا عظمي كده كنت باجي كده انام ما مش عارفه، عظمي كان بيوجعني عشان نايم عليه، عشان الحمل اصلا تقل عليه. جات لي زي ازمه قلبيه مره من كتر السمنه اللي على الشرايين. ساعتها انا ما صدقت ان انا شفت حضرتك، قلت لا هو قرار وهجرب زي ما الاستاذه مايلي، جرب مش هتخسر حاجه. جاب نتيجه الحمد لله، ما جاب بس جاب احلى نتيجه بفضل حضرتك والله. بفضل ربنا والله يا دكتور. يعني انت عايزه الناس كلها تكلم الفريق الطبي؟ اه والله خسرانين، هو خسران اللي هو مش هيكلمهم، خسران صحته اول حاجه، اول حاجه هو اللي هيتعب. بعد كده مفيش اي حاجه هتنفعنا الا صحتنا، محدش بينفع حد، هي الصحه بس مفيش غيرها. كلموا الفريق الطبي دلوقتي حالا عشان تبقوا زي ناديه وترموا العبايات القديمه كل دي كل الناس، وتشيلوا البني ادمين اللي انتوا شايلينهم دول وتعيشوا بجد. بصوا انا عايزاك تعمل اكستريم كلوز اب عليها، بصوا كميه السعاده اللي بشوفها في عينين الخاسس. انا اكني عشت لسه ببدا حياتي جديد. والله انا نسيت كل السنين اللي انا كنت مليانه فيها بصراحه. بصوا العينين بتبقى مليانه انبساط ازاي لو تعرف تجيب عينيها. والله العينين بتبقى مليانه انبساط. انا عشان شايفه حضرتك كمان والله يا استاذ. انا بعشقك والله. ربنا يخليك يا حبيبتي. وهستناكي وانت 60 كيلو ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله قريب جدا هاجي وانا 60 كيلو ان شاء الله. بشكر الدكتوره خلود والدكتوره صفا جدا. قريب جدا هاجي وانا 60 كيلو. بقى ايه الحكايه من الاول؟ الحكايه اللي انا ما كنتش شايفه نفسي، ما كنتش حاسه ان انا واثقه في نفسي. الاول ما كانش عندي ثقه في نفسي قدام الناس. يعني كنت تكسفي؟ لا يعني كنت مكسوفه من نفسي. ليه؟ كنت كم كيلو؟ 105. مش هتعيطي؟ ليه هتعيطي ليه؟ لان انا مبسوطه يا حبيبتي. بتعيطي بفرحه بجد والله؟ اه والله. قد كده كان الموضوع مأزمك قوي جدا. خروجاتي وقعدتي قدام الناس كنت بتكسف جدا بجد للدرجه دي. انا بشكركم جدا، الفريق الطبي رجعني حياتي بجد. بجد مش قادره اشكر دكتوره صافي ازاي من كتر ما انا بقيت واثقه في نفسي. ربنا يخليكي. لا بجد والله مبسوطه ان انا شفتك. ميرسي يا حبيبتي. انا مش عايزاكي بس تبقي زعلانه يعني. لا انا مش، انا مبسوطه. دي دموع الفرح فعلا بجد قوي. وانا بقول لهم انا من كتر ما الحالات بتيجي تقعد قدامي فرحانه ببقى مبسوطه، بس مش الدرجه يعني. اول مره اشوف حد بيعيط من الفرحة. انا بالنسبه اللي انا خسيت الفتره البسيطه دي الوزن ده انا اتبسطت. خسيتي قد ايه بقى؟ يعني كنت 103 بقيت 85، 18 كيلو. ايه في قد ايه؟ 3 شهور بس. بس برافو عليكي. فدي حاجه معجزه بالنسبه لي انا.
طبعا. اللي انا كان عندي ثبات وزني ما بينزلش ثابت على طول، اللي انا كنت بكسف اللي انا اخرج البس اروح هنا اروح هنا، لدرجه ان انا كنت بروح اشتري هدوم ما كنتش بلاقي مقاسي. فبقيت عندي ثقه في نفسي جامده، بقيت اعرف البس، بقيت في وسط بيت عيله، انا متجوزه في وسط بيت عيله، شايفه ان انا حلوه. بعد ما خسيت كنت الاول بتحسي بتقارني نفسك بسلايفك يعني؟ لا مش بقارن نفسي، بحس ان انا مش عايزه اطلع من الشقه، مش عايزه حد يشوفني. عشان طب وجوزك كان حاسس كده؟ خالص خالص، هو بيقول لي تخنتي رفيعه مش فارقه. لا كان حاسس بضيقك ده؟ كان بيشجعني. كنت كان بيحس ان انا متضايقه. كنت بتقولي له انا متضايقه؟ اه ان انا مخنوقه، ان انا مش حابه نفسي كده. بس هو شجعني وقال لي انا ما بحبش ان انت تتضايقي، حابه انا حبك تخينه حبك رفيعه مش فارق معايا كلام الناس ولا فارق معايا كلام اي حد. اهم حاجه حبي ليكي وحبك ليا مش اكتر. طيب عايزه اعرف اليوم اللي قررتي فيه ان انت تتجهي للفريق الطبي، اشمعنى اليوم ده؟ حسيت ان انا فقت، اللي انا خلاص هيبقى ستوب وحياتي هترجع تاني، وبقيت ابص في صوره الفرح بتاعتي. لا انا هوصل لدي ان شاء الله. انت زمان يعني قبل ما يعني يوم الفرح بتاعي كنت 70 قبل ما اتجوز. طب هانت يعني فاضل 15 ان شاء الله. ان شاء الله يا رب يا رب ان شاء الله. كل شويه ابص لها وعندي امل. وما كنتش بيأس خالص، اقول لا ان شاء الله هوصل. انا وزني بيثبت على الميزان بس ان شاء الله يا رب بقدرتك هوصل. طول ما انا بدعي لربنا ان انا ان شاء الله هوصل، فالحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا بشكر ربنا جدا، ونفسي ان انا اقوم اسجد على الارض من كتر اللي انا مبسوطه بجد والله. بجد والله العظيم. ما انا بقول الناس بتبقى متالمه وهي زايده في الوزن تقول لي لا. لا عايزه اقول لك ده يبقى عندي قله ثقه في نفسي لما انا اكون مليانه ومكسوفه ان انا اخرج. يعني هي مبسوطه قوي ان انا بقيت اعرف البس، بقيت اعرف اخرج، بقيت حاسه ان انا وسط اهلي وسط سلايفي ووسط اهلي اللي في بيت امي، اللي انا زيهم، ما فيش حاجه اقل مني او هم اكتر مني في حاجه او انا اكتر منهم في حاجه او انا فاهم قصدي. اللي انا مبسوطه ان انا حققت الحلم اللي كان نفسي فيه من زمان. يعني احنا نقول للناس فعلا يتجهوا للفريق الطبي؟ اكيد اكيد اكيد. دكتوره صوفي قدمت لنا حاجه هديه لينا بجد، رجعت لنا نفسنا ورجعت لنا روحنا، رجعت لي صحتي تاني. انا كنت حاسه الناس كنت بتقول لي يا حاجه انا مش كبيره. انت عندك كام سنه؟ انا عندي 29. صغيره. انا مش كبيره. انا اما كنت كمان متجوزه كانوا بيقولوا لي حاجه فاهم قصدي. فانا بنوتي 4 وابني 3 بس صغيره. فكل اللي يشوفني يقول لي ازاي انت كبيره كده ومخلفه. فالتخن مش مبين. خلفه ناس صغيرين يعني؟ 3 سنين و4 سنين. فالتخن مش مبين سني. وبنتي كده اصلا بتعمل تيك توك، اصلا عامله لها صفحه على تيك توك اسمها ملك سمير، فهي بصي مبسوطه جدا بيكي وبتحبك قوي. ربنا يخليكي بجد. انا بقول لها انا هطلع مع طنطي دي، قالت لي دي انا بحبك قوي يا مامي والله العظيم، مبسوطه جدا ان انا هطلع معاكي. بصي انا بنبسط قوي لما حد جدع زي كده يقرر ان هو يغير حياته. اكيد انا خدت الخطوه من اول ما اتفرجت عليكي، وخدت الخطوه بجد من قلبي، مش خدتها كده قلت لا اجرب. لا كنت ناوي. عندك هدف؟ عندي هدف وعندي اراده. الحمد لله ربنا قواني، وفعلا انا فعلا عندي اراده. يعني انا من الساعه 2 الظهر وانا مش جعانه، ما اكلتش والله من الساعه 2 الظهر، انا مش جعانه خلاص. كرهتي الاكله؟ شكرا شكرا. وحتى صوره الفرح لسه قدامك؟ اكيد، لان دي املي وان شاء الله هوصل احلى منها كمان بالستين. انا نفسي اوصل للستين. يعني ننصح كل الناس تروح للفريق الطبي، خست في 3 شهور 18 كيلو، يعني فرحانه جدا ان حياتها رجعت لها تاني.
حاطه صوره الفرح قدامها 70 كيلو، عايزه تخس 15 كيلو كمان أكيد يعني 3 شهور كمان، يعني حاجه بتعاني منها بقى لها فتره هتخلص منها في 6 شهور طبعا. ودي الحاجه اللي انا بقول لكم ان انا دايما بنصحكم بيها، لان انا ولا اعرفها ولا تعرفني. لا انا اول مره اشوفك مبسوطه جدا وما بتكلمش قبل التصوير صح أو لا ولا خالص. بقول لها لا خالص، انا حتى نفسي اسلم عليكي وانا مكسوفه اللي حضرتك ما بتتكلمش خالص. ففعلا انا لما بسمع منهم ده انا فعلا فعلا بنبسط حبيبتي ان الفريق الطبي ساهم ان هو يرجع فرحه الناس مره ثانيه. رجعنا حياتنا بجد، انا وسلفتي حسينا ان احنا رحنا رجعت لنا تاني. طب اللي انا قدرت اتنفس، اللي انا قدرت انام اكل براحتي اشرب براحتي اطلع السلم ما تعبش. تلبسي كمان لابسه شيك جدا، ده ما كانش بينفع ان انا البس الحاجات دي خالص. اه وجوزك مبسوط بقى جدا جدا والله بجد. طب هتجيلنا بعد ما تخسي 15 كيلو؟ انا بصي وتجيبي لنا صوره الفرح، اجيلك على عيني وهجيب لك الالبوم كله. اه وانا اصلا بعت لها صور قبل وبعد، انا قبل ما كنتش بطيق نفسي، انا كل ما عايزه امسح الصور من عندي خلاص ماضي، مش عايزه ارجع تاني احرقها. اه ليه؟ لاني خلاص مش عايزه افتكر، عايزه افتكر المستقبل. ايوه ان شاء الله باذن الله ترجعي تاني وتجيبي لي صوره الفرح ان شاء الله ونوصل للهدف باذن الله. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. دعواتك معايا يعني. ميرسي يا حبيبي.